صباح الخير على كل مشاهدي التلفزيون المصري اللي بيتابعونا من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة أن. بصبح عليكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. النهاردة بالتأكيد لا صوت يعلو فوق صوت الثانوية العامة. النهاردة 592 و1474 طالب منتظرين نتيجة بتحدد ببساطة كده مسارهم التعليمي اللي جاي، لكنهم فاكرين ومعتقدين أنها بتحدد مسار الحياة. الثانوية العامة النهاردة نتيجة الثانوية العامة، وأنا عارفة أنه لحد النهاردة في ناس مننا خلصت الثانوية العامة بقالها سنين كتير، لكن لسه بتجرب كركبة البطن ونبضات القلب السريعة لما بتيجي سيرة الثانوية العامة. في ناس تانية لحد النهاردة لسه بيحلموا بنفس الكابوس اللي كنا بنحلم بيه من زمان، إننا اتأخرنا على امتحان الثانوية العامة. مهما مرت سنين حتى الأجيال المتعاقبة بتفضل تعاني من نفس الأعراض الموسمية، ينفع نسميها المصاحبة لموسم امتحانات ونتيجة الثانوية العامة. معرفش التجربة دي صعبة كده ليه ولا عملت فينا إيه في سنين حياتنا الأولى، لكنها خلت مجرد ذكر اسمها يرجع لنا كل المشاعر السلبية، دفعات من المشاعر السلبية. التجربة اللي مر بيها معظم الناس، معظم أجيال أواخر السبعينات والثمانينات والتسعينات ولحد النهاردة بدأت حياتهم كده تتغير، وبقت الثانوية العامة الكابوس العظيم اللي احنا بنتكلم عنه. ما ببقاش ببالغ لو قلت إن احنا بسبب إن احنا عملنا الكابوس والرعب ده، حتى لما طبقنا نظم تعليمية عالمية المفترض فيها إنه ما فيهاش عنصر القلق ده خالص، زي ما عملنا مثلا في مصر تعليم بريطاني وتعليم أمريكي وكل أنواع التعليم، إحنا برضو مصرناها وحطين عليها صبغة الرعب والتنافسية، وتقريبا شوهنا طريقة الامتحان والمذاكرة برضو بهدف النتائج. بقت عندنا الغاية الكبرى هي النتائج. كان المفروض أن الحياة تبقى أبسط وأقل تعقيدا، لكنها بقت للأسف مرعبة جدا ومزعجة. شخصيا أنا النهاردة وأنا يعني بستنى نتيجة الثانوية العامة مع أخواتي ومع زمايلي ومع أولاد أصحابي ومع ناس كتير، مش قادرة أنسى جملة قالتها لي مدرسة الكيمياء في ثانوية عامة. قالت لي كده، قالت لي لو أختك هتزحمك على المكان في الجامعة سقيها وخدي المكان. جملة كانت صادمة بالنسبة لي، بس هي بصراحة لخصت ثقافة الزحمة، الزحمة بكل ما فيها من صراع على بديهيات وزحمة ومحاولة للمزاحمة على اختيارات قليلة قوي ومحدودة جدا في الحياة. ثقافة احنا عشناها ولسه يعني بنجتهد اننا نخرج منها، لكنها على طول الخط ثقافة مزعجة محتاجين ان احنا ننبذها او نغيرها، لانه انا شخصيا وقتها ما كنتش فاهماها، لكن كان عندي حالة سلبية جدا ناحيتها. ابتديت افهم الجملة دي، وابتديت افهم قد ايه الجملة دي غلط قوي. كل ما كبرت، كل ما خطيت خطوة في حياتي اكتشفت انه الموضوع ده غلط. الحياة اكبر بكتير جدا من مكان في الكلية، والاختيارات اكبر بكتير من اني اختار ما بين طب وصيدلة وهندسة. اصلا الاختيارات التقليدية دي ما بقتش هي مجالات العمل الوحيدة في الزمن الجديد اللي احنا عايشينه. اكتشفنا لما كبرنا انه الحياة واسعة جدا، انه ينفع ندرس إدارة المشروعات، ندرس أزياء، ندرس مجوهرات، فن، موسيقى، كل أنواع الدراسة والتعلم حلوة. العالم واسع، واكتشفنا قد إيه فكرة الثانوية العامة كانت فكرة ضيقة وصغيرة وغير مصيرية بالمرة. الثانوية العامة مجرد خطوة عادية جدا، مش بتحدد أي حاجة في حياتك غير الكرسي اللي هتقعد عليه في الكلية. لكن العالم الحقيقي واسع، وفي آلاف من الكراسي، آلاف من طرق التعلم من غير كراسي. حتى التعلم الإلكتروني اللي فيه ناس بتاخد بشهادتها وشهادتها العليا كمان. كنا صغيرين لما عيطنا وانهارنا عشان درجة ولا درجتين في نتيجة الثانوية العامة، وكنا صغيرين كمان لما افتكرنا إن الكون كله بقى ملكنا لما عدينا من الثانوية العامة. الحقيقة تاني بقول لكل إخواتي اللي بيعدوا من الثانوية العامة النهاردة، الحياة أكثر اتساعاً بكتير من الثانوية العامة، ومجموع درجاتك أو حتى شهادتك في الثانوية العامة مش هي الحاجة اللي هتؤهلك لوحدها للمنافسة في الحياة. مهاراتك الشخصية ومهاراتك اللغوية، خبراتك وقراءاتك، كلها هي فعلا المحصلة الأساسية اللي عايزين نبني عليها. والحاجات دي للأسف لا في جامعة بتديها لحد ولا في درجات بتضمنها لحد.
باختصار كده ينفع اقول لكم ان الثانويه العامه عامله زي القصه القديمه بتاعه الباب المخيف اللي فضلوا يقولوا لنا انه وراه اسد، باب كده كل الناس قافلاه ومرعوبه تدخله لانه فاكرين انه وراه اسد. في واحد بس شجاع قرر انه يفتحه، اكتشف انه ولا وراه اسد ولا حاجه، كان كل اللي كان مستخبي ورا الباب ده كان مجرد فار صغير ما يخوفش حد. هي خطوه يجب الاجتهاد فيها ويجب احترامها كمان، لكن الرعب اللي احنا بنعمله واللي بنصدره لاولادنا هو جريمه حقيقيه في حق اولادنا وفي حق المجتمع وفي حق شخصياتهم. كل واحد النهارده منتظر نتيجه الثانويه العامه بنتمنى له كل التوفيق في خطوه بسيطه جدا في مشوار واسع وممتد وكبير في حياته. مرة تانية احنا بنحس كده انه الحياة فيها اختيارات واسعة ومتسعة لما نشوف كمان انه الشباب المصريين بقى عندهم وعي حقيقي للمشاركة السياسية اللي كمان بتتزامن في هذه الأيام مع أخبار نتيجة الثانوية العامة والتقدم للتنسيق وتفاصيل كتيرة. بس قبل ما نتكلم بقى عن التفاصيل دي خلوني أصبح على زميلتي العزيزة ليندا وأشوف أخبارك إيه من الثانوية العامة يا ليندا. الحقيقة دينا أنا ما مرتش بتجربة الثانوية العامة عشان أنا واخدة الدبلومة الأمريكية، ولكن عارفة كمية الضغط اللي بتكون مش بس على الطلاب ولكن على الأهالي، فنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في حياتهم الجامعية. كل التوفيق. ويا ليندا بعتقد كمان إن إحنا حتى في الدبلومة وحتى في الاي جي والحاجات التانية احنا برضو خليناها مرعبة شوية، هي مش القصد منها انها تكون مرعبة يعني. صح، دي الحقيقة. وانا بالنسبة لي يا دينا مثلا كان عندي امتحان الاس اي تي ده كارثة زي امتحانات الثانوية العامة كده، وبياخد نفس المجهود وكل حاجة، بس برضو ستيل الثانوية العامة طلابها بيعانوا اكتر من الدبلومات الاجنبية بكتير. بالظبط. وان شاء الله بقى نتمنى لهم كل التوفيق يا دينا في حياتهم الجامعية. يا رب. صباح الخير عليكم مشاهدينا. الحقيقة السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النهاردة هيعتمد درجات الثانوية العامة أو نتيجة الثانوية العامة، وهيكون في مؤتمر صحفي للسيد الوزير هيهنئ فيها كل طلاب الثانوية العامة والأوائل بالتأكيد. الحقيقة المؤتمر ده هيبث برضو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأتمنى أن حضراتكم تتابعوه. خبر برضو حلو تاني أنه عدد الإصابات بفيروس كورونا قل بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، وقل الحقيقة بنسبة تزيد على 90%، وده الحقيقة خبر مفرح جدا. وبنوجه الشكر للشعب المصري ان هم التزموا باخذ الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ضد فيروس كورونا اللي ساهمت بشكل كبير ان احنا نوصل للنسبه اللي احنا وصلنا لها النهارده. الحقيقه في ناس كتير ما زالوا بيتلخبطوا ومش عارفين الاعراض ما بين والفرق ما بين اعراض فيروس كورونا وامراض تانية زي التهاب الشعب الهوائيه، وعشان كده وزاره الصحه مشاهدينا النهارده جايبه لنا اعراض التهاب الشعب الهوائيه وازاي نفرق ما بينها وما بين الكورونا. اعراض التهاب الشعب الهوائيه مشاهدينا بتظهر على شكل سعال بيحتوي على مخاط وافرازات بيمكن ان يتغير لونها. قد يكون التهاب الشعب الهوائيه حاد او مزمن، والنوع الحاد هو الاكثر شيوعا، وهو عباره عن تهيج مستمر في بطانه القصبات الهوائيه، وغالبا بيكون بسبب التدخين. اعراضه برضه بتتحسن خلال اسبوع الى 10 ايام دون اثار دائمه، وساعات ممكن يستمر السعال لاسابيع. دي كانت نصيحة اليوم مشاهدينا من وزارة الصحة. دلوقتي هنروح لدينا عشان نكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. بالمناسبة يا ليندا، النصايح اللي انت قلتيها لنا بتفكرنا كده انه العالم دلوقتي بيعاني من موجات تانية من أزمة كورونا، ورغم اننا الحمد لله الأرقام عندنا بتقل لانه الحاجات دي لازم ناخدها في الاعتبار بشكل كبير قوي. صح، مظبوط دي. بصبح عليكي مره ثانيه ليندا وبشكرك، وهنرجع تاني ليندا على مدار الحلقه. دلوقتي بفكر كل متابعينا انه اللي حابين يشاركونا باي مشاركات استفسارات تجارب عن الثانويه العامه بمناسبه ان النهارده اليوم العالمي لنتائج الثانويه العامه، ابعتوا لنا على عناويننا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر وانستغرام، وكمان تقدروا تتابعوا الحلقه على يوتيوب او البث المباشر للحلقه على الفيسبوك. هبدا معاكم بسرعه اخبارنا بتقرير لطيف جدا نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، اللي قال واكد على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري اللي ساهم في تحويل مصر لاكبر الدول العربيه اللي بتجذب الاستثمارات الاجنبيه. وضح التقرير انه مصر بقت اكبر وجهه للاستثمارات الصينيه في المنطقه العربيه بما يقرب من 28 مليار دولار.
النهاردة كمان بدأت القوات المسلحة قبول دفعة جديدة في المدارس العسكرية الرياضية بفتح الباب لسحب ملفات التقدم اللي هتستمر من النهاردة ولحد يوم 27 أغسطس من مقرات المدارس في القاهرة واسكندرية واسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط. دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أنه يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 في تمام الساعة 10:30 النهاردة الموافق 4 أغسطس يوم 2020. بعد اعتماد النتيجة هيكون في مكالمة للطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج. النتيجة كمان هتكون متاحة بدءا من الساعة 2:00 ظهرا، وسيد وزير التربية والتعليم هيوجه رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة. أعتقد أنه دي حاجة جديدة أنه الثانوية العامة الأوائل والنتيجة في نفس اليوم، احنا متعودين كده أن الأوائل وتاني يوم الصبح تبقى النتيجة. واضح انه يعني ده تغيير برضو في ساعات الانتظار اللي بتبقى طويلة دي وبنأثرها على الطلبة. طبعا تزامنا مع اعلان نتائج الثانوية العامة على طول هنلاقي الخبر التالي والخبر يعني اللي طول الوقت يجي وراه وندور عليه، ماراثون التنسيق لاختبارات القدرات في تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد. هيكون بداية من يوم السبت اللي جاي يوم 8 أغسطس ويستمر حتى يوم 20 أغسطس حسب الأماكن والمواعيد اللي حددتها وزارة التعليم العالي للكليات اللي بيحتاج فيها القبول إلى امتحان قدرات. الكليات دي مش كل الكليات، وإحنا سألنا امبارح هل ممكن تتعمل اختبارات القدرات أونلاين، بس هو فعلا الكليات دي زي كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتربية الفنية والموسيقية، كلية فنون جميلة وفنون تطبيقية، كلية إعلام وكليات التكنولوجية، فالاختبارات في أغلبها اختبارات عملية للقدرات. المجلس الأعلى للجامعات أكد أن شروط النجاح في اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية هي حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات كل الاختبارات. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن امبارح عن تقدم مصر في معيار جودة التعليم 9 مراكز جديدة حسب تصنيف US News العالمي. مصر بتصعد من المركز 51 في عام 2019 للمركز 42 في عام 2020. بتكون مصر بين أفضل 80 دولة على مستوى العالم من حيث جودة التعليم. طبعا أنا عارفة أن خبر زي ده ممكن بعضنا يقول إزاي وفين وما حصلش وما شفناش. الحقيقة هي اختيارات برضو، هو إحنا إذا كنا عايزين نشوف تغيير
وعايزين نلمسه وهندور عليه وهنلاقي انه حقيقي حاصل، مش لانه نظره تفاؤليه او تشاؤميه، لكن الواقع بيقول انه لا، التعليم بتتغير طريقته بدءا من التابلت اللي ما كانش عاجب ناس كتير، مرورا بمناهج الثانويه العامه، ووصولا الى حتى طريقة التعلم وأنواع الكليات الجديدة اللي بتدخل لسوق التعلم المصري. دي كلها حاجات بتقول إنه ده تغير حقيقي في جودة التعليم. استجابتنا بقى للتغيير دي حاجة شخصية بتاعت كل واحد. في ناس أبدا مش هتصدق إن في تغيير وهتصر إن في أزمة وإن هي جزء من الأزمة وهتصنع الأزمة، وفي ناس حقيقي هتدور على التغيير وتكون جزء منه. أنا بتكلم ده مش بس على التعليم الأساسي ما قبل الجامعي، لكن كمان بنقول ده على التعليم الجامعي. حتى في التعليم الجامعي في ناس فينا هتفضل واقفه على ابواب الكليات التقليديه وبتقول ولادي ما لحقوش او انا ما لحقتش مكان، وفي ناس هتهرب لكليات جديده بقت موجوده فعلا في مصر وانواع تعلم جديده اعتقد ان مستقبلها افضل كتير من كل انواع التعليم التقليدي. الخبر ده لطيف جدا، فكره ان مصر تصنيفها بيرتفع ولحد ما نشوفه يستعيد المكان اللي احنا شايفين ان مصر تستحقها، ده خبر يستحق التحيه لكل صناع والناس اللي كانت وراه واللي اتحملوا مننا كمان كتير من الانتقاد في الوقت اللي فات. من بدايه ازمه كورونا الدوله بتتعامل بشكل علمي، بتحاول ان يكون في قرارات مهمه وقرارات مدروسه في وقتها. كان من ضمنها تعليق الدراسه، غلق دور العباده، وغيرها من قرارات كتير. مع تراجع الاصابات، مع تطبيق خطه التعايش، رجعت الصلوات في الجوامع وفي الكنائس بإجراءات احترازية، لكن بقى تعليق صلاة الجمعة نتيجة لطبيعتها اللي بيبقى فيها تجمعات كبيرة. وبعيدا عن الجدل اللي حاصل واللي بيطالب بعودة صلاة الجمعة رغم الفتاوى الرسمية من الأزهر ومن الأوقاف بإمكانية صلاتها في البيت، في خطة بتشتغل عليها وزارة الأوقاف دلوقتي عشان تقدمها للجنة إدارة أزمة كورونا لاستئناف صلاة الجمعة في المساجد. بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا وما فرضته الأزمة من إجراءات احترازية للتقليل من التجمعات وتفعيل التباعد الاجتماعي، يأتي الحديث عن استئناف إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمساجد مصحوبا بتساؤلات عديدة حول آلية تنظيمها والضوابط اللازمة لضمان منع انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن صلاة الجمعة تشهد ازدحاما وتكدسا مع حرص المصريين على الحضور بكثافة لإقامة الفريضة الأسبوعية، بما يجعل المساجد ممتلئة بالمصلين الذي يمتد حضورهم إلى حد افتراش الشوارع خارج المساجد لأداء الصلاة. وبين الله الأمر في سورة إبراهيم عليه السلام قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الأمر دفع نواب البرلمان إلى مطالبة دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بحسم ما إذا كان للمصلي حق رخصة التغيب عن صلاة الجمعة وأدائها بالمنزل ظهرا أم هي فرض ولا مجال للحيد عن ذلك، بالتزامن مع إعلان موعد عودة صلاة الجمعة. وأعلنت الأوقاف بأنها تستعد لتقديم دراسة لآليات وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها المقبل، والتي طالبت المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المعلنة والمتبعة فيما يتعلق بصلاة الفروض الخمس في المساجد بشكل عام، والالتزام بصلاة الجمعة ظهرا في المنازل. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن خطة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، كما أنه لم يتم مناقشة المدة الزمنية لخطبة الجمعة. هذه الأيام التي من ذكر الله تبارك وتعالى فيها كان متأسيا بخير خلق الله، وكان متشبها بوفد الله، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. في الوقت نفسه تقوم الأوقاف بعقد لقاءات تشاورية عبر وسائل الاتصال الإلكتروني مع قيادات الوزارة ومدير المديريات لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة،
مع تجديد وزارة الأوقاف تأكيدها على أنه لا يوجد أحد مفوض بالحديث في هذا الشأن، حيث إن تدارس الأمر مع قيادات الوزارة هو لسماع رأيهم والتعرف على تصوراتهم لبلورة الرؤية النهائية لخطة عودة صلاة الجمعة في المساجد. يا رب العالمين، اجعل هذه الأيام فاتحة خير لنا، تعيدنا إلى بيتك عودا جميلا، تعيدنا إلى المساجد عودا كريما، تعيدنا إلى بعضنا عود العزيز الحبيب إلى الحبيب، واستغفروه يغفر لكم. هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وبه الهداية ومنه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا كل أخبار الاجتهادات في عودة الحياة، ولأننا كمصريين كان بالنسبة لنا من أهم مظاهر عودة الحياة هي عودة العبادات، هي جزء من راحتنا ومن سلامنا، دي كلها أخبار إيجابية. لكن كمان بنفضل طول الوقت نقول لنفسنا إذا عاد شكل الحياة من فضلكم حافظوا على الشكل اللي فيه كتير من الإجراءات الاحترازية والكتير من الحرص، لأنه بحسب مقاييس العالم انخفاض الأرقام ليس هو الدلالة الوحيدة على انتهاء الفيروس. لكن على كل حال لازم نتابع الأرقام وانخفاضها. واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في وزارة الصحة كشفت انخفاض نسب الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بنسبة تزيد عن 90%. اللجنة أكدت أنه ده راجع للمواطنين اللي بقى عندهم جزء كبير من الوعي في الإجراءات الاحترازية والوقائية، وساهم ده في تراجع أعداد الإصابات الجديدة. اللجنة العليا كمان وضحت أنه نسب الشفاء ارتفعت إلى 44.9% بعد تسجيل 42,455 حالة شفاء وخروجها من المستشفيات. طيب الأرقام، لأن في ناس كتير مننا مهتمين قوي بالأرقام تحديدا. وزارة الصحة أعلنت أنه في امبارح 1611 حالة من المصابين خرجوا من مستشفى العزل بعد تلقي الرعاية الطبية وتمام الشفاء. بيرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس ل 44,066 حالة، وتم تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة ضمن إجراءات الترصد والتقصي اللي بتقوم بيها الوزارة بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية. الوزارة كمان أعلنت وفاة 23 حالة جديدة. يبقى لدينا حتى اليوم هو 4888 حالة من حالات الوفاة، وهو ده الرقم الحقيقة الأكثر إزعاجا والأكثر رقم بيشغلنا. لحد ما 23 دي تبقى صفر، إحنا في أزمة حقيقية، وإحنا في مواجهة مرض لا يمكن تجاهله. أعداد المصابين اللي تم تسجيلهم في مصر من بداية الأزمة لحد النهاردة 94,640 حالة، من ضمنهم 44,066 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل. زي ما قلنا لحضراتكم كده، اليومين دول في أخبار كبيرة كتير، يعني بالتزامن مع الخبر الأهم امتحانات الثانوية العامة، الخبر اللي كل شوارع مصر بتنبئنا بيه هو انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة. الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنه لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية وحجم إنفاق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ما رصدتش أو استقبلت أي شكاوى عن مخالفات الدعاية الانتخابية لحد دلوقتي. قالت أن أي مخالفة إدارية بيتم إزالتها بمعرفة السلطة المحلية في الدوائر الانتخابية، خصوصا أنه لجان مراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية بترصد أي مخالفة وبتراجع الحسابات الخاصة اللي فتحها كل مرشح للدعاية، مع إبلاغ البنك أو مكتب البريد للهيئة الوطنية للانتخابات أولا بأول بكل الإيداعات في الحساب ومصدره. الهيئة الوطنية للانتخابات كمان أعلنت برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أنه الهيئة عملت آلية لاستعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أنه أي مواطن ممكن يدخل على الموقع الرسمي للهيئة بدءا من النهاردة يعرف مكان لجنته الانتخابية للتسهيل على الناخبين في الوصول للجان التصويت.
وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أعلنت أنه أكثر من 10,000 مستخدم حتى الآن متفاعلون مع تطبيقها الإلكتروني كلم مصر على هواتفهم المحمولة، واللي أطلقته الوزارة باللغة العربية واللغة الإنجليزية لتعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام تقنيات حديثة. وزيرة الهجرة نبيلة مكرم قالت أنه تطبيق كلم مصر يساعد الجاليات المصرية عند بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، أنهم المفروض أن انتخابات المصريين بالخارج بتبدأ يوم 9 و10 أغسطس الحالي، هيساعدهم في تحديد عناوين المقار الانتخابية، السفارات والقنصليات المصرية حول العالم. وتصويت المصريين بالخارج المرة دي للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات والعمل الانتخابي والمشاركة الانتخابية هيحصل عبر البريد السريع. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور حقيقي وحضور قوي للمرأة المصرية. الحضور ده امتد كمان لانتخابات مجلس الشيوخ، اللي لما بيبقى عندنا تساؤل من هي النماذج المصرية للمرأة اللي بتمثلنا في مجلس الشيوخ، تبقى دي الإجابة في التقرير اللي جاي. المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حظيت باهتمام كبير ومكانة متميزة مع السعي الدائم لتمكين المرأة، وهو ما انعكس على المجتمع المصري بشكل عام مع تولي المرأة لمناصب مهمة وكبيرة والدفع بها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية والتشريعية، لتثبت المرأة قدرتها على إدارة كل ما يسند إليها من مهام، بل وتحقيق نجاح أكبر في التصدي للمهام الصعبة. وتأتي انتخابات مجلس الشيوخ لتفتح مجالاً جديداً أمام المرأة لتحقق نجاحات جديدة بخوض التجربة، بعد أن أعلنت 91 امرأة عن خوضها للانتخابات على المقاعد الفردية دون مساندة من الأحزاب أو التكتلات السياسية، من أجل إثبات تواجدهن في الشارع السياسي المصري من خلال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ. وتخوض السيدات الانتخابات في 20 دائرة على مستوى الجمهورية من أصل 787 مرشحاً، وحظت القاهرة بالعدد الأكبر من بين المرشحات لمجلس الشيوخ ب25 مرشحة. وتأتي محافظة الإسكندرية في المرتبة الثانية ب12 مرشحة، ومحافظة القليوبية في المركز الثالث ب9 مرشحات، فيما تتساوى محافظتي البحيرة والجيزة في عدد المرشحات السيدات بإجمالي 7 مرشحات لكل منهما في المركزين الرابع والخامس. وفي المرتبة السادسة تأتي محافظتي الشرقية وقنا ب5 سيدات، ثم محافظة الأقصر ب4 سيدات، ثم بني سويف بترشح 3 سيدات، وفي المنوفية ترشحت سيدتان، فيما تنافس سيدة واحدة في كل من محافظات الدقهلية ودمياط والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء والوادي الجديد وسوهاج. تأتي المنافسة النسائية على المقاعد الفردية لتتناسب مع الحد الأدنى لمقاعد المرأة بمجلس الشيوخ وفقاً لقانون مجلس الشيوخ ب30 مقعداً للمرأة، تتوزع بواقع 20 مقعداً على الأقل بنظام القائمة المغلقة المطلقة والتي استوفتها، والتي كانت السبيل الوحيد لضمان تمثيلها وحيازتها للنسبة التي حددها القانون، و10 سيدات على الأقل يعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يمثل شكلاً جديداً من أشكال تمكين المرأة التي استحقته عن جدارة، مع قدرتها على العطاء وسعيها للتغيير الذي تدعمه القيادة السياسية والدولة المصرية. طبعا احنا عارفين انه نسب التمثيل هي نسب استرشادية، يعني مش المفروض انه لانه نسب التمثيل ارقام محددة او 30% للمرأة يبقى بس نكتفي بده، والحكاية اصلا مش مفروض يبقى بنقول المرأة اعداد من السيدات واعداد من الرجال. السؤال طول الوقت في الانتخابات وفي من يمثلنا مش الجنس
ولا الاسم الحقيقة، لكن الشخص. يعني احنا من حقنا كناخبين نسأل مين هو الشخص ده، مين الشخص المرشح، ايه هو تاريخه، ايه هي رؤيته، ايه هي خبراته اللي تؤهله لهذا المكان. هي دي الأسئلة اللي بتفضل الأهم، وده الجزء اللي بنفضل مستنينه حتى في الدعاية الانتخابية للمرشحين، انه مش مجرد اسم وصورة. احنا منتظرين اننا نعرف اكتر عن الأشخاص الذين سيمثلون في المجالس النيابية بشكلها، يعني سواء مجلس الشيوخ أو بعد شهور قليلة هنبقى كمان عندنا انتخابات مجلس النواب الجديد. من الانتخابات تعالوا نرجع إلى الخدمات. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أنه شركات توزيع الكهرباء بتقوم بتحصيل المتأخرات على المستهلكين، سواء للنشاط التجاري أو المنزلي أو الصناعي أو الحكومي، حتى 30 يونيو الماضي بأسعار شرائح الكهرباء القديمة، مش بالأسعار الجديدة اللي هيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو القادم. بداية الأسعار الجديدة بداية من أول يوليو واللي بيتم تحصيلها حاليا. وزارة التنمية المحلية عملت اجتماع بالفيديو كونفرنس للجنة التنسيقية لمتابعة مشروع مسار العائلة المقدسة. خلال الاجتماع أكد اللواء محمود شعراوي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير على أهمية المشروع القومي ده لمصر، حرص القيادة السياسية ورئيس الوزراء على المتابعة المستمرة للمشروع والانتهاء منه في أقرب فرصة بالصورة اللي تليق بمصر. قال الوزير كمان في كلمته أن الجهود والتعاون بين المحافظات والهيئات الحكومية وأيضا المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني كلها بتساهم في الانتهاء من المشروع وتطويره في الوقت المحدد. خلال شهر أكتوبر اللي جاي بيتم الانتهاء من تطوير كل المناطق المحيطة بمسار رحلة العائلة المقدسة. طبعا حضراتكم عارفين حجم السياحة اللي موجودة في دول جوار بسبب مسار رحلة العائلة المقدسة. حضراتكم تقدروا تتخيلوا كمية التغير ممكن يحصل في الخريطة السياحية إذا طبقت أو إذا تحولت رحلة العائلة المقدسة إلى منتج سياحي مصري. إحنا هنا مش بنتكلم عن سياحة دينية فقط، إحنا بنتكلم عن سياحة فيها جزء سياحة آثار وسياحة دينية، وعن عدد بالملايين من السائحين في العالم اللي ممكن يكونوا مهتمين بالموضوع. الحقيقة مسار رحلة العائلة المقدسة واحد من الأخبار اللي إحنا بنقولها كده من أول ما يعني سمعنا عن الأخبار، لكن لم يحدث فيها أمر كبير وهام يخليها تتحول لحقيقة. وكل بنقرأ عنها خبر بيبقى عندنا السؤال ده، إمتى هتتحول الاهتمام بالمقاصد السياحية المصرية إلى عمل حقيقي زي ما حصل مثلا في المتحف المصري الكبير؟ بقالنا سنوات طويلة بنسمع عنه، لكن على الأقل في الفترة الحالية احنا عندنا مواعيد للافتتاح ومواعيد، عندنا خريطة واضحة للي بيحصل في القطاع السياحي في مصر. ومن هنا احنا لازم نحس كمان بتغيير حقيقي بيحصل في بلدنا. الاستثمار في الأوطان هو استثمار في مصادر دخل الأوطان. السياحة واحدة من المجالات اللي فيها مجهودات عظيمة جدا لعودة السياحة زي ما كانت، وإن شاء الله أفضل كمان. المجلس القومي للمرأة بيواصل جهوده لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة، خصوصا التحرش بالمرأة اللي بيحصل أحيانا في المناسبات والأعياد. أعلن المجلس أن مكتب شكاوى المرأة طوال أيام عيد الأضحى استقبل 283 شكوى. أكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة في المجلس أنه شكاوى التحرش الجنسي والابتزاز والتهديد بشكل عام كانت في المرتبة الأولى ب 149 شكوى من فتيات تعرضوا للجرائم في أيام سابقة وعايزين يقدموا بلاغات. باقي 283 شكوى كانت عن التحرش في خلال أيام العيد. امبارح هنا في البرنامج مع زميلي محمد كنا بنتكلم على الفكرة دي، انه ظاهرة التحرش قلت العيد ده، او احنا ما سمعناش عنها كتير او ما شفناش رصد ليها حتى على السوشيال ميديا. الارقام اللي بيعلنها المجلس غالبا بتأكد ده، لكن مش بتقول انه التحرش انتهى، لكن بتقول انه كل ما زاد وعي المرأة وكل ما زاد قدرتها على الابلاغ والمواجهة كل ما زاد جبن الجبان القائم بهذا الفعل، واللي نتمنى أنهم الكائنات دي تختفي من شوارعنا المصرية. وزارة الداخلية وصلت تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك من خلال الخطط الأمنية اللي بتنفذها كل مديريات الأمن في محافظات الجمهورية المختلفة مع حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
نشرت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خدماتها الأمنية بطول المجرى الملاحي لنهر النيل لفحص المراكب والعائمات والاطلاع على مدى سريان تراخيصها والاشتراطات الملاحة والأمان من أدوات إطفاء وإنقاذ، فضلاً عن مدى تطبيق تلك الوحدات النيلية لقرارات مجلس الوزراء المحددة لعملها في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا. بتقوم الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في العيد بتأمين المسطح المائي ولانشات النزهة ولانشات السياحة. بيتم فحص التراخيص وأعداد الركاب المناسبة بنسبة 25% من الأعداد المثبوتة على الرخصة الملاحية. وتستخدم الإدارة في سبيل تنفيذها مهمتها لانشات وقوارب مطاطية مجهزة وغيرها من التجهيزات التي تتيح سرعة التنقل بطول المجرى المائي للنهر. شملت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك تأمين محطات السكك الحديدية، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوضع الخدمات الأمنية بمداخل المحطات مع وجود بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والتشديد على الركاب لارتداء الكمامات الواقية، كما تجري عمليات تمشيط باستمرار لأرصفة المحطات إضافة إلى عربات القطارات من الداخل وشن حملات متواصلة لضبط المخالفات. طبعاً الخدمات بتبقى متجهة في كل مكان في المحطة من بداية دخول المحطة حتى ركوب القطر، وفي القطر نفسه بيبقى فيه في العربيات بيبقى فيه طبعاً خدمات بحث وخدمات نظام، ده غير طبعاً الحماية المدنية اللي بتعقم بتقوم بتعقيم الإطارات. الإدارة واصلت اتخاذ الإجراءات الأمنية بمحطات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة من خلال وضع خدمات أمنية بمداخل ومخارج المحطات والأرصفة لرصد المخالفات المتنوعة. بيبقى في خدمات أمنية مكثفة على الأرصفة وداخل القطارات لضبط أي حالة مخالفة أو خروج عن القانون، بالإضافة إلى أنه بيتم مراقبة جميع خطوط الثلاثة لمترو الأنفاق عن طريق غرفة المراقبة الرئيسية. وبهذا تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك. هكذا تكثف أجهزة وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية داخل محطات السكك الحديدية ومحطات مترو الأنفاق من أجل تأمين المواطنين أينما توجهوا للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. كل سنة وكل المصريين بخير. كانت أيام هادئة وكل يعني الامتنان لهدوء الأيام اللي عدت علينا أيام عيد الأضحى المبارك، عدت بكل خير على المصريين سواء من ناحية الصحية انتشار فيروس كورونا واللي بنتمنى أنه تدوم علينا النعمة الكبيرة دي، أو بالجهود الأمنية اللي حصلت خلت الأمور تعدي بسلام. رب كده يعني لكل عيد يكون ده الحال ويكون أفضل وأفضل كمان. لسه مكملين مع حضراتكم حتى 10 صباحا في صباح الخير يا مصر بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مع نشرتنا الجوية. وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ورياح هتكون معتدلة، وهيكون في شبورة مائية صباحا. هتشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا برضو، والطقس هيكون معتدل ورياح هتكون معتدلة. هتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري ل 82%. كمان بيتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة ورياح تكون معتدلة، هتنشط أحيانا وهتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة. هيكون في أمطار خفيفة إلا متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد. أما بالليل فبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية هيكون الطقس لطيف
وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد هيكون الطقس معتدل. تعالوا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على درجات الحرارة، وهنبتديها من القاهرة، وبتسجل العظمى في القاهرة 36 والصغرى بتسجل 25، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24، بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25، دمياط العظمى 31 والصغرى 26، الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 22، السويس العظمى 36 والصغرى 24، أما العريش العظمى 33 والصغرى 22. نروح مشاهدينا لطابة، العظمى بتسجل 37 والصغرى 30، سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 24، شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29، الغردقة العظمى 41 والصغرى 29، الفيوم العظمى 41 والصغرى 24، بني سويف العظمى 41 والصغرى 25، المنيا العظمى 42 والصغرى 24، أما أسيوط العظمى 42 والصغرى 25. نروح مشاهدينا لسوهاج، العظمى بتسجل 43 والصغرى 26، أما قنا العظمى 43 والصغرى 27، الأقصر العظمى 44 والصغرى 28، أما أسوان العظمى 44 والصغرى 29، الوادي الجديد العظمى 44 والصغرى 28، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى 30. هنروح دلوقتي مشاهدينا لفقرتنا الفنية، والنجمة منى زكي بتلعب دور مهندسة زراعية من خلال تجسيدها لشخصية هنا في مسلسلها الجديد تقاطع طريق للمخرج تامر محسن، وهيقوم منى زكي بالعمل في مزارع خاصة بزوجها اللي بيقوم بدوره الفنان محمد ممدوح. الفنانة حنان مطاوع هترجع لبلاتو تصوير مسلسل إلا أنا عشان تكمل مشاهدها في حكاية أمل حياتي اللي حنان بتقوم ببطولتها، وده بداية من يوم السبت اللي جاي لتصوير عدد من المشاهد الخارجية اللي هتبدأها في شارع المعز. الفنانة مي سليم رجعت لتصوير مشاهد مسلسلها الجديد خيط حرير اللي بتقوم ببطولته النجمة مي عز الدين، وأكدت مي إنها سعيدة بالتجربة اللي اعتبرتها مفاجأة لأن فيها كتير من القصص المختلفة والمميزة، وأكدت إنها بالفعل استأنفت التصوير بعد أجازة عيد الأضحى. الفنان مصطفى خاطر بيستعد لاستئناف تصوير فيلم ثانية واحدة اللي بيقوم ببطولته مع الفنانة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر، وده بعد ما صور مصطفى خاطر عدد من المشاهد الداخلية من الفيلم اللي وقف تصويره بشكل مؤقت قبل ما يأكد المخرج أكرم فريد استئناف التصوير خلال أيام. النجم علي الحجار هيستعرض كتير من رحلته الفنية اللي استمرت لأكتر من 40 سنة في الحفلة اللي هيقدمها الجمهور على مسرح النافورة في الأوبرا. الحفلة هتكون يوم الخميس اللي جاي الساعة 8 مساء، وهيقدم من خلالها أعمال كتير منها يا طالع الشجرة وما تمنعوش الصادقين وهنا القاهرة والمال والبنون ومن غير ما تتكلمي وعارفة وبوابة الحلواني. خلصت أخبارنا الفنية مشاهدينا، هنرجع دلوقتي لدينا عشان نكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك يا دينا. شكرا لك يا ليندا، بنبسط قوي بأخبار عودة الفن لأنه معناها عودة الحياة يعني بشكل كبير. صح. شكرا يا ليندا، وهاخدكم دلوقتي لتقرير مهم جدا. احنا بنسمع انه مصر عندها اكتفاء ذاتي من الغاز بفضل اكتشافات جديدة وثروات مصرية بتكتشف وبيتم استغلالها. دايما بيبقى عند الناس انا استفدت ايه، السؤال المشهور جدا في اي كشف كبير او انتاج مصري او مشروع حتى كبير. اللي حصل في الغاز، حولنا من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للغاز، وبالتالي الدولة بتدعم كمان المواطنين بأنه ده الطبيعي أو الحق الطبيعي للمواطنين أنهم يستمتعوا بثروات بلدهم. فالدولة عملت مجهودات غير مسبوقة، وغير مسبوقة احنا كده مش بنجامل الدولة، لكن حجم المشروعات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت لخدمة المصريين وتوصيل الغاز لبيوتهم أضعاف أضعاف ما حصل على مدار 20 سنة فاتوا. خلال العام الحالي تقريبا بيتم توصيل الغاز ل 3.4 من 10 مليون وحدة سكنية جديدة. تعالوا نشوف تفاصيل. البلد كلها واقفة.
برنامج طموح عملت عليه الحكومة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما يحقق توصيل الخدمة إلى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي 2020-2021 قبل الموعد المستهدف بعام كامل. مع حرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع في استخداماته بمختلف مناطق الجمهورية تيسيرا على المواطنين وتعظيما للاستفادة منه كأحد الثروات التي تتمتع بها مصر كبديل للبوتاجاز، بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج. ويصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها على مستوى الجمهورية 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن. وفي إطار برنامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في كافة أنحاء الجمهورية، يجرى حالياً إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030 ودراسة أساليب جديدة للتوصيل إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتي تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان، وذلك باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية. ويجرى حاليا الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على أعلى معايير الأمان، ولا سيما أن توجه الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة لدعم تنفيذ ذلك الأسلوب بعد أن أصبحت الطرق مؤهلة لاستخدام هذه التقنية التي تعد الخيار الأمثل للتوصيل لمحافظة الوادي الجديد التي تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعي حوالي 230 كيلومتر، وبالتالي ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الاستفادة من موارد الدولة. هتلاقونا كده كتير انه في حاجات نربطها دايما بالانتماء، حتى استخدام ثروات البلد وتمتعي بثروات بلدي ده جزء من اشكال او شكل من اشكال خلق الانتماء. معنا دلوقتي مع موجز الثامنه مع زميلتي ليندا. شكرا يا دينا. الثامنه بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. ونرجو من جميع المواطنين اخذ الاجراءات الاحترازيه ضد كورونا، تحمي اهلك وتحمي بلدك. أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب. وأكد وزير الري خلال الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ. وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين في مسارين متوازيين، وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس المقبل. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية عبر موقعه الرسمي للتسهيل على الناخبين في الوصول إلى لجان الاقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ. وأكدت الهيئة أنه يمكن لأي ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151 أو الاتصال على الخط الساخن 141. يعتمد وزير التربية والتعليم طارق شوقي اليوم النتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن يقوم الوزير بالاتصال بالطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية لإبلاغهم بتفوقهم والمجموع الذي حصلوا عليه بالثانوية العامة.
أعلنت وزارة الصحة عن خروج 1611 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 44,066 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 23 حالة. تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 5 ملايين حالة في أمريكا اللاتينية، وعبرت الحالات هذا الحاجز بعد أن أبلغت وزارة الصحة في كولومبيا عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة إصابة جديدة بالمرض، كما سجلت المكسيك أعدادا قياسية من المصابين بالمرض في الأيام الأخيرة. اتهمت الجمعية الطبية التركية نظام أردوغان بإخفاء خطورة الوضع الصحي بشأن كورونا من خلال عدم إجراء اختبار شامل، وحذرت الجمعية من أن بعض المستشفيات على وشك الانهيار بسبب الوباء وترفض استقبال المرضى. وكان النظام التركي قد توقف منذ أسبوع عن تحديد عدد المرضى بفيروس كورونا في المستشفيات ووحدات العناية المركزة، ويشير فقط إلى المرضى المصابين بأمراض خطيرة. أعلن الإعلام الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي. وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن قصفا إسرائيليا تسبب في أضرار مادية بالقنيطرة دون وقوع خسائر بشرية. وتشن إسرائيل في الفترة الأخيرة عدة ضربات على مواقع يعتقد أنها لمسلحين تابعين لإيران، أسفرت عن مقتل العديد منهم. أعلنت حركة طالبان أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عقد اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مع كبير مفوضي الحركة الملا بردار أخوند لبحث عملية السلام في أفغانستان. وقال المتحدث باسم طالبان إن بومبيو وأخوند بحثا أيضا قضية السجناء الذين تطالب الحركة الحكومة الأفغانية بإطلاق سراحهم. وجاء الاجتماع بين بومبيو وكبير مفوضي حركة طالبان في وقت أنهت فيه قوات الأمن الأفغانية حصارا لسجن كبير في شرق البلاد فرضه مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي، وشهد فرار مئات السجناء. أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها للأسلحة النووية. وأوضح التقرير أن بيونغ يانغ طورت على الأرجح أجهزة نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية. هذا وقد قدم التقرير إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي للنظر فيه. قالت الشركة الصينية الأم المالكة لتطبيق تيك توك إنها تدرس نقل مقر المنصة خارج الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الشركة أنه في ضوء الوضع الحالي فإن الشركة تدرس إمكانية تأسيس مقر لتيك توك خارج الولايات المتحدة من أجل خدمة مستخدميها عالميا بشكل أفضل. تأتي تصريحات الشركة عقب إعطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة 45 يوما لشركة مايكروسوفت الأمريكية للاستحواذ على التطبيق الصيني. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال بقية فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أنا شخصياً واحدة من الناس اللي ما بحبش المصطلحات القديمة بتاعت عنصري الأمة واللحمة الوطنية والحاجات الكتير، بحس إن هي جميلة وكل حاجة، لكنها من كتر ما استخدمناها إحنا بقناش يعني حاسينها، وإحنا بنقولها كديباجات وطنية، لكن الحقيقة على الأرض الوضع أحلى بكتير، أحلى بكتير من الخطب وأحلى بكتير من الكلام الرسمي عن شكل العلاقة في مصر بين المصري المسلم والمصري المسيحي شكلها عامل إزاي. هي شكلها عادي وروعتها في ان شكلها طبيعي وان ما فيهاش الاصطناع الكتير اللي احنا بنحسه لما نيجي نتكلم بحساسيه كده عن القضيه. الحقيقه مفيش حساسيه. احنا النهارده لفت نظري انا حتى وزمايلي دلوقتي انه احنا بنخرج من اغنيه فيها تبرك بسيره النبي الكريم وفكره كده يعني من الاغاني التراثيه واحنا بنحتفل بعيد الاضحى المبارك، وهننقل نروح مع حضراتكم على كنيسه. الحقيقه المشهد ده العادي، ده الطبيعي بتاعنا.
يعني احنا دلوقتي هناخدكم كمان في جولة داخل احد الكنائس المصرية اللي بتحتفل كمان الكنائس بصراحة بعودة الصلوات، وكتير من المصريين المسيحيين عدوا بوقت صعب جدا جدا في الفترة اللي فاتت انتظارا الى فتح الكنائس بسبب أزمة كورونا. زميلنا العزيز مينا مكرم موجود في واحدة من الكنائس اللي لفتت نظر الناس بسبب إجراءات احترازية مشددة ومنظمة جدا. مينا هيشاركنا من داخل كنيسة العذراء مسارة في شبرا. صباح الخير عليك يا مينا. صباح الخير يا دينا، برحب بيك وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر. موجودين بالفعل من كنيسة السيدة العذراء بمصرة في شبرا، وبنتعرف أكتر من خلال لقائنا مع القس يوحنا ميشيل راعي الكنيسة هنا عن الإجراءات الاحترازية اللي تم اتخاذها مع إعادة فتح الكنائس بعد قرار طبعا الكنيسة القبطية. جناب القس أنا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير على مصر كلها. فندم، عايز أعرف من حضرتك في البداية إزاي استعدت الكنيسة هنا وهي طبعا في قلب منطقة مسرة في شبرا، استعدت إزاي لاستقبال المواطنين مرة أخرى والمصلين من بعد فترة طويلة قوي من الشهور الممتدة من غلقها بسبب جائحة كورونا؟ الحقيقة احنا من فترة كنا لسه معرفناش إمتى الأعداد ممكن تبتدي تنحصر يعني، وإنه يسمح بالفتح التدريجي في الكنائس. قداسة البابا ومعاه الأباء الأسقفة حاولوا ان هم يعملوا شوية ترتيبات عشان خاطر نكون جاهزين وقت الفتح، ان احنا نكون مستعدين لاستقبال الناس وندي لكل فرصة عادلة وآمنة عشان يقدروا ييجوا دور العبادة ويصلوا، خاصة وان احنا بقالنا اكتر من 4 شهور ونص في الغلق دوت والناس مش متعودة على ده، يعني لانه الناس في مصر متدينين وسطيين فمرتبطين جدا بربنا ومرتبطين بالعلاقة مع الله والعبادة يعني. فنيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية كلف لجنة علمية أنها تبتدي تقعد وتدرس الموضوع ده وتبتدي تحط الخطوات المطلوبة والإجراءات اللي محتاجين نطبقها، وبعديها بقى في لجنة تنفيذية لده ابتدوا ينزلوا يشوفوا ازاي نعمل الكلام ده، وبالتالي ابتدينا نحضر المكان عشان خاطر يسمح بتواجد فرد واحد بس في كل دكة عشان يسمح طبعا بالتبادل بين كل دكة والتانية، وبالتالي يبقى فيه مساحة حوالي 2 متر مربع حوالين كل واحد ما فيهاش احتكاك بحد وتظل المسافة آمنة يعني. ابتدينا ننظم الاستقبال من على الباب من بره بقياس كاشف للحرارة، بتطهير وتعقيم الأيدي، بالاشتراط على الكل ان هم يكونوا لابسين كمامات. ولما قرب الوقت للفتح التدريجي يعني المجموعة الشباب المتطوعين بتوع الاي تي عملوا لنا برنامج تطبيق على الهواتف المحمولة يسمح بأن الناس تخش وأنها تسجل أسماءها والكنيسة تعمل لها تأكيد على التطبيق دوت، وبالتالي كمان يحجزوا الميعاد القداس المناسب ليهم، خاصة وإنه عشان الفتح التدريجي مش مسموح بأعداد كبيرة فهيفضل لكل واحد فرصة واحدة إن هو يجي يصلي قداس مرة في الشهر، وبالتالي احنا بنديله الفرصة إن هو اللي يختار القداس دوت ويتم الموافقة عليه، وفي نفس الوقت بتكون الكنيسة محافظة على إن القداس دوت لا يسمح بعدد أكتر من كذا اللي هو فرض لكل دك، والناس تفهمت الموضوع دوت وكانت مبسوطة جدا لأنه على الأقل بقى فيه فرصة لحضور قداس، وابتدينا التطبيق يشتغل وابتدينا نحجز أول ما قداسة البابا واللجنة المجمعية قالوا إن احنا هنبتدي من يوم 3/8، وبالفعل الناس ابتدت من امبارح تتوافد على الكنيسة بحسب الأسماء المسجلة في التطبيق، ومن على الباب من بره كنا بنشترط عليهم الكمامات، والناس متفهمة ومتعاونة جدا جدا، ولحد دلوقتي الحمد لله الكشافة برضو قايمين بدور ممتاز في تنظيم الدخول والخروج، وعملنا ملصقات استرشادية للناس عشان الأماكن اللي هتقعد عليها، وفي نفس الوقت في الممرات تسمح بتوجيه الناس للسير في الممرات ومع الحفاظ على مسافة آمنة برضو بينهم وبين بعض عشان ما يبقاش في احتكاك.
يعني واضح انه اجراءات مشدده الحقيقه الكنيسه واخداها هنا، وزي ما حضرتك قلت انه ما فيش دخول او حضور للقداسات او الصلوات الا من خلال التسجيل على التطبيق الالكتروني. بالظبط كده، لكن طبعا راعينا في انه في مجموعه من الناس كبر في السن او ممكن يكونوا فقراء او يكون ما معهمش هواتف محموله او حاجه زي كده اهوت، او ما بيعرفوش يستخدموها، او هواتف مش ذكيه عشان ما بتسمحش يعني للتطبيق كده. فبقى في مجموعه شباب متطوعين موجودين في الكنيسه من الساعه 9 الصبح ل 9 بالليل عشان يساعدوا الناس دي، بحيث ان هم يسجلوا لهم ميعاد القداس اللي هم عاوزين يحضروه. تقريبا بنتكلم على نسبه اشغال كام للمقاعد اللي موجوده في الكنيسه كل قداس؟ هي لما نقول واحد في كل دكه، والدكه بتشيل من خمس افراد، في دكه تشيل خمس افراد ودكه تشيل اربع افراد، الكلام دوت معناه انه اقل من 25%، يعني ما بين 20 و25% تقريبا من السعه الاستيعابيه للكنيسه. يعني تقريبا في ضوء برضو القرارات اللي فرضتها الحكومه المصريه في تخفيض العدد يعني كاملا بشكل كبير في مختلف الاماكن اللي فيها تجمعات. طبعا عشان خاطر نراعي برضو عدم التكدس والسماح بفرصه تهويه كويسه وما يبقاش في احتكاك ويبقى في فرصه تباعد اجتماعي برضو بين الناس. يعني الكنيسه كمان طلبت المواطنين او المصلين اللي هيجوا ببعض الالتزامات الخاصه باحضار ادواتهم الخاصه او معداتهم او كتب الصلوات الخاصه، لو حضرتك تطلعنا اكتر على التفاصيل. طبعا من الاول احنا عاملين على التطبيق مجموعه ارشادات يشوفوها الناس ويتعرفوا عليها قبل ما يجوا الكنيسه، فبنطالبهم طبعا بانه كل واحد يستخدم ادواته الخاصه، وابتدينا يعني طبعا وجهناهم لاستبدال الكتب الدينيه والكتب اللي بتنظم صلوات الكنيسه، يعني بانها موجوده اوريدي على الهواتف المحموله بتاعتهم، فقلنا لهم يستخدموها بدل تبادل الادوات بين الناس، واحنا مانعين تماما تبادل اي ادوات بين الناس وبعضها، يعني برضو حرصا على الاجراءات الاحترازيه الوقائيه. عايز اعرف من حضرتك، وحضرتك راعي للكنيسه هنا واكيد التقيت بعدد كبير من الشعب هنا في الكنيسه والمواطنين اللي جم مع بدايه قرار الفتح امبارح، انطباعات الناس ايه ومدى التزامهم بالقرارات اللي تم اتخاذها وما يمثله فتح الكنيسه مره اخرى ليهم؟ الحقيقه احنا شفنا تعاون يعني متوقع طبعا من الناس، لانه الناس متلهفه لانها تحضر القداس، وفي نفس الوقت الناس فرحانه وشايفه مجهود اتبذل من جهة الكنيسة والشباب المتطوعين والخدام اللي فيها، وبالتالي هم كمان بيقوموا بدور ان هم يحافظوا على النظام دوت ويمتثلوا للإرشادات اللي بيقولوها لهم، والناس فرحانة جدا. امبارح كان بمثابة عيد، يعني كل الناس فرحانين، لأنه طبعا ارتباطنا بالكنيسة وارتباطنا بالعبادة يعني ممكن ما تلاقيهوش في أي مكان تاني في العالم. احنا يعني بنشكر ربنا على الفرصة اللي هو فتح لنا الكنيسة مرة تانية ونرجع نصلي له. ختاما جناب القصة، عايز أعرف من حضرتك رؤيتك لدور الكنيسة في تأكيد التوعية وتعزيز الوعي لدى المواطنين في التكميل أو في يعني إكمال مسيرة الإجراءات الاحترازية والوقاية في الوقت اللي جاي، خاصة مع انخفاض أعداد الإصابات علشان ما يكونش في أي زيادة أخرى. الحقيقة دور الكنيسة كان من بداية الأزمة وبداية الجائحة في أواخر فبراير اللي فات، وابتدت الكنيسة تاخد مجموعة من الخطوات من التنبيهات والإرشادات اللي بنقولها للناس أيام ما كانوا بيجوا الكنيسة قبل الغلق، وحتى بعد الغلق فضل تواصل الكنيسة مع أولادها عبر الإنترنت. والحقيقة كنا بنأكد تملي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على مجموعة من الإرشادات عشان خاطر الناس مش بس جوه الكنيسة، لكن بنعرفهم ازاي يتعاملوا في المجتمع بره وفي وسائل المواصلات العامة وفي المحل المشتريات والمحلات التجارية والكلام ده، عشان خاطر يبقوا عارفين يصونوا نفسهم ويصونوا المجتمع بتاعهم، لأنه الواحد كل ما بيحافظ على نفسه هو في نفس الوقت بيحافظ على أخوه، بيحافظ على أهله، بيحافظ على المجتمع وعلى البلد كلها يعني. فالناس لارتباطهم بالكنيسة وخضوعهم طبعا لنصايحها، يعني كان الناس بتتعاون بشكل حلو قوي. كنا بنشوف الكلام ده في الشارع لما كنا بنلاقي في وقت معين أولادنا كلهم لابسين الكمامة ومحافظين على مسافة آمنة، فكنا بنبقى يعني مطمنين ان هم بيتابعوا الإجراءات الوقائية، وهنستمر في ده لحد ما ربنا يسمح ويشيل الجائحة عن العالم كله إن شاء الله.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا جناب القس، وبنتمنى لكم كل التوفيق في المجهود الكبير اللي بتقدموه لتقديم الخدمة الدينية كمان والحفاظ على صحة المواطنين بشكل كبير. ألف شكر يا فندم، ربنا يرفعها عن مصر وعن العالم كله ويحفظ بلدنا آمنة وفي نجاح وتقدم دايما إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ده كان لقائنا مع القس يوحنا ميشيل راعي كنيسة السيدة العذراء بمصرة في شبرا، واللي عرفنا أكتر على إجراءات الكنيسة الاحترازية واستعداداتها لاستقبال المواطنين مرة أخرى من بعد قرابة 5 أشهر تقريبا غلق للكنائس بسبب جائحة كورونا واستقبالها للمصلين مرة أخرى. عودة لك يا دينا مرة تانية. مشكورك يا مينا، شكرا جزيلا، ويعني الحقيقة كل التحية لأهل شبرا، أنت اخترت مكان جميل ومميز، يعني كل التحية للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكما عادت المساجد المصرية تفتح أبوابها بكتير من النظام وكتير من الإجراءات، كذلك تعود الكنائس امبارح والنهاردة بنتابع. بشكر مينا على هذا التقرير المميز. هناخد حضراتكم دلوقتي إلى أخبارنا الرياضية مع زميلتي العزيزة ليندا. شكرا يا دينا. هنبدأ مشاهدينا أخبارنا الرياضية النهاردة من اتحاد الكورة، بعد ما استقر على إقامة مباريات كاس مصر الباقية في الموسم الحالي بقوائم الموسم الجديد، خصوصا أن البطولة هتقام بعد انتهاء الموسم الحالي مع ضغط مباريات الدوري عشان ينتهي ما بين نهاية أكتوبر والأسبوع الأول من نوفمبر. الفرنسي باتريس كارتيران المدير الفني للزمالك استعان بتسجيلات مباريات المصري الودية اللي لعبها خلال فترة التوقف عشان يعرف منها كل نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، وده عشان يستعد لمواجهة المصري في أول عودة للدوري يوم الخميس اللي جاي. إدارة النادي الأهلي بتتناقش دلوقتي مع السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق قبل تحديد ميعاد مباراة إياب الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر أن مصر تستضيفها، بعد اعتماد الكاف قرار لجنة الأندية بإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب. الجهاز الفني لفريق المقاولين العرب اتفق مع الجهاز الفني لفريق وادي دجلة على لعب لقاء ودي بين الفريقين يوم الخميس اللي جاي في استاد عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر، ودي هتكون 5 مباراة ودية بيلعبها المقاولين العرب للاستعداد لاستئناف الدوري. لجنة حكام برئاسة وجيه أحمد أكدت أن هيتم إجراء مسحة فيروس كورونا لأطقم الحكام اللي هيتم اختيارهم لإدارة مباريات الدوري اللي هيتم استئنافه يوم الخميس قبل أي لقاء ب 48 ساعة، وده عشان يكون في وقت للجنة لاختيار طاقم جديد لإدارة المباراة في حالة إصابة أي حكم بالفيروس. اللجنة الخماسية باتحاد الكورة وافقت على سفر وفد برئاسة عمرو الجنايني للمغرب يوم 25 سبتمبر اللي جاي لحضور نهائي بطولة الكونفدرالية في حالة تأهل فريق بيراميدز اللي بيواجه فريق حورية الغيني يوم 22 سبتمبر في الدور قبل النهائي. فريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف بيستعد لمباراته الودية الأخيرة اللي هيلعبها مع فريق حرس الحدود النهاردة الساعة 4:30 مساء، واللي بيعتبرها بروفا أخيرة قبل مباراته مع الزمالك اللي كانت مؤجلة من الجولة 18 في مسابقة الدوري واللي هيلعبها يوم 10 أغسطس الجاري. البرازيلي ويليان نجم خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي رفض توقيع عقد لمدة 2 سنين مع فريقه مع إصراره على الرحيل عن النادي، خصوصا بعد ما طلب ويليان تجديد عقده لمدة 3 سنين بعد انتهائه مع نهاية الموسم الحالي، لكن حصل تردد وده اللي بيدي فرصة للأرسنال اللي عنده رغبة في ضمه. فريق تشيلسي الإنجليزي بيخطط للإطاحة بعدد من نجومه لتدعيم صفوف البلوز في الموسم الجديد، وده بعد ما قامت إدارة تشيلسي بدعم فرانك لامبرد مدرب الفريق بصفقتين مهمتين بعد ضم حكيم زياش وتيمو فيرنر، ومتوقع أن يتم عرض 9 لاعبين للبيع من بينهم كانتي عشان يجدد تشيلسي فريقه بعناصر جديدة. أعلنت رابطة أندية الدوري الإيطالي عن الموعد الرسمي لبداية وانتهاء الموسم المقبل 2020-2021 من مسابقة الكالشو، حيث ينطلق الموسم في يوم 19 سبتمبر 2020 وبينتهي في 23 مايو 2021. وقالت الرابطة في بيان لها: اجتمع مجلس رابطة الدوري الإيطالي وقرر بالإجماع أن موسم الكالشو 2020-2021 هيبدأ في عطلة نهاية الأسبوع في 19 سبتمبر.
نادي كالوري الإيطالي أعلن رسمياً عن التعاقد مع أوزيبو دي فرانشيسكو مدرب سامبدوريا السابق عشان يحل محل والتر زينجا اللي رحل عن الفريق، وأكد النادي أنه تعاقد مع فرانشيسكو لإدارة الفريق لمدة موسمين. خلصت أخبارنا الرياضية مشاهدينا، هنرجع دلوقتي لدينا عشان نكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك يا دينا. شكرا لك يا ليندا، شكرا جزيلا. من أخبار الرياضة هنروح مع حضراتكم إلى خبر مهم يهم كل المهتمين أيضا بالشأن العام وشأن تنظيم الأمور الدينية. احنا دايما بنقول كده، الدين في مصر هو جزء أساسي من الحياة، الدين للمصريين هو الحياة، عشان كده المصري المتدين بفطرته هو المتدين البسيط الأقرب إلى الله واللي لا يعقده كتير من التفسيرات اللي أحيانا بتكون خاطئة للدين وبتكون سبب في سوء فهم للدين. عشان كده واحدة من الحاجات المرتبطة بحياة الناس هي الفتاوى، الفتاوى في الأمور الدينية حاجة مرتبطة بحياة الناس، والناس مشغولة أنها تسأل كتير وتطلب فتاوى لأنها حقيقي مهتمة بإرضاء ربنا بكل الطرق. الفترة اللي فاتت بطبيعة الحال شفنا مع تغير التوجهات الفكرية عند بعض الناس فتاوى غريبة، ورغم أن الفتوى مسؤولية، يعني هي مسؤولية كبيرة ومش أي حد مفروض أن يقوم بالدور ده، فكان من المهم جدا ظهور قانون لتنظيم الفتاوى. حصلت خطوة جيدة جدا، تقديم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب مشروع قانون لتنظيم الفتاوى العامة. بعتقد أنه قانون منتظر، وأنه بقالنا كتير جدا سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الحس الشعبي اللي عند الناس، الناس كلها مدركة أنه في حاجة غلط وبالتالي في طريقة وطريق للتصحيح. بينضم إلينا عبر الهاتف سيادة النائب دكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب. بصبح على حضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير. أهلا وسهلا يا مرحبا دكتور عمر. تنظيم الفتاوى الدينية يعني أمل منتظر عند كتير من المصريين المتعقلين المتدينين، وبيشوفوا أنه تقديم المشروع برلمانيا هو في حد ذاته انتصار لفكرة التدين المصري الوسطي المنضبط. أنا عايز أعرف من حضرتك خلفية تقديم المشروع برلمانيا وإيه الخطوات اللي تمت قبل تقديمه. في البداية اسمحي لي أن أؤكد إلى أن موضوع الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام أو تنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام هو مشروع قانون تقدمت به للبرلمان المصري، وهذا المشروع تمت الموافقة عليه من لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور معالي الدكتور وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور علي جمعة المفتي السابق والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق والدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية السابق. وأحيل الجلسة العامة منذ فترة للعرض على الجلسة العامة في البرلمان، ولكن نظرا لأن الأجندة التشريعية كانت مزدحمة بقوانين ومشروعات مكملة للدستور فكان لها الأولوية، ولكن أتمنى في القريب العاجل أن تتم مناقشته، لأنه تلاحظ مؤخرا من يوظفون الفتوى لأغراض سياسية وأخرى شخصية وخاصة عبر وسائل الإعلام. هناك من يخرج علينا عبر وسائل الإعلام بفتاوى تدعو إلى التشدد وأخرى تدعو إلى التعصب، وثالثة فتاوى شاذة ورابعة تدعو لعدم قبول الآخر، وبالتالي كان لزاما علينا أن نقف في البرلمان المصري وأن يكون هناك مشروع قانون لتنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام. هذا المشروع في مجمله يتكون من عدة مواد، أهمها يحظر التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أو من يرخص له بذلك من تلك الجهات، ووفق للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه. الهدف حماية المجتمع
من خطر الفتاوى المتطرفة والشاذة. وعندنا في هذا المشروع حتى نضمن أنه لا يوجد فيه أدنى تعسف أو تشدد هو الحفاظ، الهدف الأساسي هو الحفاظ على الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية إن أردنا أن نتحدث أننا نقول تواجه تحديات داخلية وخارجية في معركة البقاء والبناء، مما يستلزم منا جميعا أن نكون صفا واحدا في وجه مثيري الفتن. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على مصر الكنانة أن حباها الله سبحانه وتعالى المؤسسات الدينية المعتدلة التي تعمل ليل نهار على نشر الأفكار الدينية المعتدلة ومحاربة الفكر المتطرف، إيمانا منها بأن ترك الجيش والشرطة في مواجهة عصابات الجماعات الإرهابية لن يجدي نفعا ما لم تتكاتف جهود الدفاع المسلح مع الدفاع الفكري. وبطبيعة الحال في مقدمة هذه المؤسسات الأزهر الشريف كعبة العلم ومنارة الوسطية ومنبر الاعتدال. احنا سيادة نائب، انا يعني عايز اشكر حضرتك، واعتقد كتير مصريين بيشكروا حضرتك على هذا المشروع، لكن بيبقى سؤال. يعني بالتاكيد حضرتك تتكلم عن التصدي للفتاوى العامه في وسائل الاعلام، فبالتالي في بعض الشيوخ وبعض الرموز التي تتحدث وتطلق ما يسمى بالرأي، فازاي يميز ما بين الرأي والفتوى؟ وهل كمان يعني هيبقى في رقابة على الأسماء اللي هتظهر في القنوات، ولا حضرتك بس بتتحدث في ما يخص الفتاوى، ما هو ما يندرج تحت بند كونه فتوى؟ اسمحي لي، هناك آثار سلبية للفتوى عبر الفضائيات وخاصة الفتاوى الشاذة والمهجورة. إذا كان الرأي الشاذ مثير للجدل إذا صدر من معتقد له، فكيف به إذا كان ممن يتصيد الآراء الشاذة الغريبة حبا للغرائب من الآراء ومحبة للشهرة؟ وده مشهور قوي على السوشيال ميديا، في نماذج معروفة بالاسم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني متخصصين في تقديم فتاوى تثير الجدل أو آراء تثير الجدل. أنا سؤالي لحضرتك عن ده، واحد بيطرح رأيه هو يقول ده رأي ده مش فتوى، هناك ضوابط تتعلق بمن يفتي عبر الفضائيات. أولا أن يكون من العلماء المتخصصين في علوم الشريعة المحققين لرتبة متقدمة تؤهلهم للفتوى. ثانيا المعرفة بأحكام النوازل المعاصرة التي يكثر السؤال فيها. ثالثا ألا يكون من المعروفين بالتشدد أو التساهل في الفتوى. الفتوى لها ضوابط، لها معايير، وبالتالي ينبغي أن تراعى كل هذه الأمور. بين الحين والآخر وللأسف الشديد يخرج علينا بعض الفضائيات ببعض المشايخ، بعضهم يقول بحرمة تهنئة إخواننا المسيحيين بأعيادهم في المناسبات الخاصة بهم، والبعض الآخر يقول بحرمة الاحتفال بشم النسيم، والبعض يقول بفتاوى شاذة، والبعض يدعو بفتاوى تدعو إلى التعصب والتشدد، والإسلام منهم براء. وبالتالي هذا المشروع سيحمي الدولة المصرية. الدولة المصرية بتواجه تحديات داخلية وخارجية كما ذكرت في معركة البقاء والبناء، تستلزم منا جميعا أن نكون صفا واحدا. هذا المشروع أتمنى أن يناقش في الجلسة العامة عما قريب، وعندنا مؤسسات دينية عريقة بالإضافة للأزهر الشريف، مؤسستان عريقتان على نفس المنهج والمنوال، وإن اختلفت الوظائف والتخصصات هما وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية. وهذه المؤسسات الثلاث، ثلاثة في العدد والتخصص والوظيفة، لكنها واحدة في الروح والتوجه والهدف والمقصد، فهي مؤسسات وطنية خالصة، مؤسسات تربى على سدتها خيرة العلماء الأجلاء الأوفياء للدين والوطن. ده حقيقي، وإحنا يعني بنضم صوتنا لحضرتك. التطور الحادث في يعني الدعاء الشباب والمدربين للرد على الناس، وإحنا من خلال البرنامج كنا التقينا بعدد من يعني الدعاء الموجودين في دار الإفتاء المصرية، وتنظيم الإفتاء بيسهل الموضوع، بيخلي إنه في مصدر مرجعي واضح للناس، يعني يقلل البلبلة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وبالتأكيد هذا مشروع قانون يستحق أن يتابع، والمصريين مهتمين بشكل كبير بتنظيم الحالة العامة سواء فضائيا أو إلكترونيا. بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضرتكم. ساعة
ساعات الواحد فينا كده يبقى بيشفق على أي متخذ قرار في مصر من كتر التحديات. واحدة من أهم وأخطر التحديات اللي سواء تحدثنا عنها كل يوم أو لم نتحدث عنها كل يوم هو وضع قائم وخطر يهدد أمن مصر القومي، مفيش جدال في ده، لكنه خطر مصر قادرة على مواجهته وقادرة على التعامل معاه. امبارح كان الاجتماع الثاني من الجولة الثانية للتفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص ملف سد النهضة الأثيوبي. بيتم استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي. كمان المفاوضات بيتم استئنافها عشان نصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. بالتأكيد احنا سمعنا الخبر ده قبل كده وسمعنا كلام كتير عن المفاوضات وحضرنا جلسات الأمم المتحدة اللي تم عرض القضية فيها. إلى أين ستذهب بنا المفاوضات؟ مدى استجابة وتجاوب الجانب الإثيوبي؟ دي كلها أسئلة بنطرحها على ضيفنا الكريم دكتور محمد ناصر الدين علام وزير الري الأسبق اللي موجود معنا على الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور محمد، يعني بعض الناس أو معظم المصريين بصراحة عندهم تخوف من التزام الجانب الأثيوبي بالتفاوض اللي مصر ما زالت بتقدم نموذج محترم جدا وعلى المستوى الدولي لفكرة احترام التفاوض. إيه اللي وصلنا له امبارح في الاجتماع؟ والله يا بني، هو كان ده الاجتماع يعتبر يعني تكرار الاجتماع الأول، على أساس أن الاجتماع السابق تم تأجيله لمدة أسبوع نتيجة طلب مصر والسودان لزيادة التشاور وفي نفس الوقت عشان فترة الأعياد. فبدأ الاجتماع بالأمس من السودان ومصر توجيه اللوم لإثيوبيا اللي عملها المنفرد في ملء السد وتأثيرات السلبية التي أصبحت على السودان تأثير كبير في مئة أشهر نتيجة لملء السد في عمل منفرد وعدم التشاور مع الدولتين المصر. ده أول وقت يعني تم إصارتها بقوة من جهة من مصر ومن السودان. ثاني شيء الحقيقة كان الأجندة أيضا غير واضحة أو مختلف عليها، تم الاتفاق على الأجندة وبتتمثل فيه مناقشة الخلافات التي لم يتم التوافق حولها في قواعد التشغيل والملء السد خلال هذه الفترة من المفاوضات فقط التغيير. وتم الاتفاق على الاجتماعات للقانونيين والفنيين لمدة يومين مستمرين لمناقشة هذه القضايا والتوصل إلى حل حولها، ثم عرض الأمر على السادة الوزراء بعد في بالضبط بكرة اليوم الذي يليه لمناقشة ما تم التوصل إليه ومحاولة حلحلة النقاط التي لم يصل إلى حلها فيما بعد سواء من الجانب القانوني أو الجانب الفني. ده اللي تم الاتفاق عليه بالأمس، ونرجو إن شاء الله أن تكون الأمور أسهل المرة دي، خاصة بعد مناقشة هذه النقاط العديد من المرات. بالضبط، وده سؤالي لحضرتك يا دكتور. يعني حضرتك بتتحدث عن إعادة مناقشة بعض القضايا اللي لم تلتزم بها أو لم يلتزم بها الجانب الأثيوبي، من ضمنها إحنا عرفنا إن وزير الري المصري سجل اعتراض على الإجراء الأحادي لملء السد. إيه موقف مصر وموقف السودان من الإجراء الأحادي اللي قامت بإثيوبيا، وإيه رد إثيوبيا كان على هذا الطرح؟ والحقيقة كان امبارح في تسجيل مواقف كانت شديدة شوية ودخلت في مرحلة من السجال، وبالطبع بطبيعة الحال يعني ظهرت الآثار السلبية للعمل الفردي بدون التشاور ما بين الدول الثلاثة وفي نفس الوقت بدون التوصل إلى اتفاق نهائي حوالين خطوات الملء. وكانت السودان ايضا بعتت بعض الوسائل لكيفيه الملء البطيء لعدم احداث مشاكل كبيره في السودان ولم تلتزم بها اثيوبيا، فحصلت مشاكل كبيره جدا في السودان من ناحيه مياه الشرب كما نعلم. خطوات المياه الشرب توقفت عده ايام، العقاره بتاعه المياه الفيضان كانت عالية جدا بحيث أنها ما زالت تؤثر أيضا على كمية مياه الشرب التي تنتجها المحطات هناك في السودان. ومصر طبعا هتحس بهذا الأثر في الأيام القليلة القادمة نتيجة أن تأخذ المياه حوالي أكثر من أسبوعين عشان الوصول إلى
السد العالي، فتم توجيه الحقيقه اللوم شديد للجانب الاثيوبي، والجانب الاثيوبي تحجج بالامطار وخلافه، ولكن كان هناك ردود قاسيه من الجانبين المصري والسوداني، وكان هناك ايضا تشكيك في يعني امكانيه ان اثيوبيا عايزه تصل الى حل سواء كان من الجانب المصري او الجانب السوداني، وده طبعا كان قدام المراقبين وقدام الخبراء وقدام رئيس الاتحاد اللي هو جنوب افريقيا. يعني يبدو من كلام حضرتك انه الجانب الاثيوبي لم يقدم او اي تغيير في موقفه، او الوضع لم يصبح اكثر مرونه. احنا عايزين بس نلخص للناس، او احنا محتاجين نفهم بشكل اكبر ايه النقط اللي احنا متفقين عليها وايه النقط اللي احنا مختلفين عليها فيما يخص ملء سد النهضه. هو اصلا المفاوضات دي كلها بتدور حوالين كيفيه او وضع قواعد لملء السد ولا تشغيل السد بما لا يحدث ضرر ملموس للدولتين المصابين مصر والسودان. تشغيل ملء السد وتشغيل السد ده ممكن يقع في سنوات عاليه، سنوات كثيره، وممكن يقع في سنوات جافه. ايوه سنوات كتير قد ايه يا دكتور؟ يعني احنا طلبنا انه مش الا يتم السد، لكن طلبنا انه يتم ملئه على سنوات اكبر، اللي هو كم سنه تقريبا الجانب المصري؟ هي مش سنوات اكبر، يتم ملئه على مراحل. تم الاتفاق ما بين مصر والسودان واثيوبيا، المراحل ديت ماشيه مع مراحل بناء سد الاثيوبي. يعني احنا النهارده بنينا سد الاثيوبي، الجزء الاوسط منه لسه منخفض لا يستطيع تخزين اكثر من 4.9 مليار، ودول تم تخزينهم بالفعل. السنه الجايه هيكون تم بناء جزء اكبر من السد في المنطقه الوسطى، فيقدر يشيل كميه اكبر حوالي 20 مليار، فيتم تخزين الكميه ما بين 20 ناقص الخمسه اللي تم تخزينها. السنه اللي بعديها برضه هتكون تم بناء جزء اكبر، يتم بناؤه، هكذا مراحل يعني بالزبط. ولكن كل مرحله تعتمد على نوع الفيضان اللي جاي في هذه المرحله او في هذه السنه. فلما يكون الفيضان عالي ما عندناش مشكله، لما يكون الفيضان متوسط ما عندناش مشكله برضه. اول ما يبقى اقل من المتوسط بنعتبره ان هو نوع من الجفاف، سواء كان جفاف سنه سميه بقى ايراد منخفض، او عده سنوات متتاليه بيسموه جفاف متتالي. وده يا دكتور البند الجانب الاثيوبي مش عاوز يلتزم بيه، لسه في خلافات حول الكميه. الجانب الاثيوبي بيقول لو انا عملت كده الطاقه اللي انا هولدها اقل كتير من الطاقه اللي ممكن يولدها السد، ومصر والسودان اثبتوا انه على الاقل خالص يقدر يولده 90% من الطاقه بتاعه السد حتى في سنوات الجفاف لو تم التعاون المطلوب من الجانب الاثيوبي. طيب وهل التعاون ده مفيد لمصر والسودان؟ جدا. ليه؟ بالنسبه للسودان مش هيحصل المشاكل اللي احنا شفناها الايام السابقه من ناحيه مياه الشرب وخلافه او غرق بعض القرى او خلافه. اما بالنسبه لمصر ده مهم، هيحافظ على حد ادنى من منسوب المياه في السد العالي بحيث ان يفضل كميه من الميه كافيه لتشغيل التربينات بتاعت السد العالي، بالاضافه الى وده مهم جدا لو حصل الجفاف نقدر ناخد جزء من الميه من مخزون السد العالي عشان يمنع مظاهر الجفاف وبالتالي يحمي مصر من مشاكل نقص المياه. اخيرا يا دكتور، ويعني في 30 ثانيه لو حضرتك تقول لي، هل مصر مستعده لكل السيناريوهات حتى وان لم تتجاوب اثيوبيا مع المفاوضات؟ اي، مصر بقى لها دلوقتي 10 سنوات مستمره في هذا الامر، و يعني شهود من جميع دول العالم حاليا والقارات الثلاثه، اوروبا وامريكا وافريقيا، فنستمر في هذا المجال الى ان يثبت العكس يعني، ونرجو ان ما تفشلش ونصل لاتفاق، لان السلام والتوصل الى تفاهم التفاوض ده افضل الطرق وافضل السبل، ونرجو ان الدول تتعاون في ذلك ان شاء الله. انا بشكر حضرتك يا دكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الاسبق. تبقى قضيه سد النهضه الاثيوبي واحده من القضايا اللي مصر بتعلي فيها قيمتين. القيمه الاولى هي قيمه مصر، اولا هي قيمه مصر في احترامها للمواثيق الدوليه واحترامها للتفاوض واستخدامها المتعقل لقوتها،
والقيمة الثانية هي قوة مصر الحقيقية الرادعة اللي لا تريد مصر أن تستخدمها. دول العنوانين الكبار اللي دايما هنسمعهم من الجانب المصري بغض النظر عن مواقف الجانب الأثيوبي حتى الآن. نروح لحضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم الأنباء، موجز التاسعة مع زميلتي العزيزة لينتا. شكرا يا دينا. التاسعة في القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم، ونرجو من جميع المواطنين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، تحمي أهلك وتحمي بلدك. أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب. وأكد وزير الري خلال الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكد أن هذا الإجراء يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ. وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين في مسارين متوازيين، وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس المقبل. يعتمد وزير التربية والتعليم طارق شوقي اليوم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن يقوم الوزير بالاتصال بالطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية لإبلاغهم بتفوقهم والمجموع الذي حصلوا عليه بالثانوية العامة. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 1611 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 44,066 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 23 حالة. تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 5 ملايين حالة في أمريكا اللاتينية، وعبرت الحالات هذا الحاجز بعد أن أبلغت وزارة الصحة في كولومبيا عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة إصابة جديدة بالمرض، كما سجلت المكسيك أعدادا قياسية من المصابين بالمرض في الأيام الأخيرة. سجلت الصين 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال 24 ساعة، وقالت لجنة الصحة العامة إن من بين تلك الحالات 6 حالات وافدة من الخارج مقابل 7 حالات تم تسجيلها أمس، وقد بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 84,464 حالة، فيما ظل عدد الوفيات عند 4,634 حالة. أعلن الإعلام الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن قصفا إسرائيليا تسبب في أضرار مادية بالقنيطرة دون وقوع خسائر بشرية. وتشن إسرائيل في الفترة الأخيرة عدة ضربات على مواقع يعتقد أنها لمسلحين تابعين لإيران، أسفرت عن مقتل العديد منهم. أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها للأسلحة النووية، وأوضح التقرير أن بيونغ يانغ طورت على الأرجح أجهزة نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية. هذا وقد قدم التقرير إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي للنظر فيه. قالت السلطات الكورية الجنوبية إن السيولة في البلاد أجبرت أكثر من 1,000 شخص على الهرب من منازلهم، وقتلت ما لا يقل عن 13 شخصا، فيما باتت 13 آخرون في عداد المفقودين. وجرى الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الانهيارات الأرضية والمركبات التي جرفتها المياه، التي قال مسؤولون في مجال الكوارث إنها غمرت أكثر من 14,000 فدان من الأراضي الزراعية وأغرقت أجزاء من الطرق
السريعة والجسور الرئيسية في العاصمة سول. ومن المقرر أن يعقد الرئيس مون جي إن اجتماعا طارئا اليوم بعد أن حث السلطات الوطنية والإقليمية على بذل جهود شاملة للحيلولة دون مزيد من الخسائر في الأرواح. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة أسايس اشتدت لتصبح إعصارا من الفئة الأولى قبل ساعات من الوقت الذي كان من المقرر أن تهبط فيه على ولايتي نورث وساوث كارولينا. وأضاف المركز أنه جرى تحديد موقع الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، محملا برياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. عمار يا بلدي، عمار بالناس حلوين وبناس شاطرين وبناس مدركين لتفاصيل كتير كمان، واحنا بننتظر نتيجة الثانوية العامة لعام 2020. احنا متأكدين انها سنة استثنائية على الطلبة اللي مروا بفيروس كورونا وبظروف امتحانات مختلفة. كل الطلبة وكل اولياء الامور مستنيين النتيجة بكتير من الترقب. السنة دي طبعا الموضوع فيه ضغوط نفسية مختلفة، مش بس فكرة ذاكرنا وتعبنا وخدنا دروس كالمعتاد، لا الحقيقة انه ذاكرنا وتعبنا وقلقنا من فيروس كورونا وتوقفت حتى الدروس اللي كانت بتساعد بعض الناس، شكل اجراء الامتحانات، القلق في المرحلة دي قلق طبيعي ومتوقع، لكنه يمكن يكون بداية لتغيير اصلا في نظام الثانوية العامة بشكل كبير. اذا قدرنا نستغنى عن الدروس وان شاء الله يعني الطلبة جابوا نتائج كويسة، يبقى الدروس من الأساس فكرة ممكن يعاد التفكير فيها. احنا محتاجين بقى نفسيا نبقى مستعدين لكل السيناريوهات. بيقولوا كده انه اكتر الناس او اكثر الناس نجاحا هم اللي بيبقوا على الاقل عندهم سيناريوهات بديله مستعدين. واحنا بنتكلم في ساعات بتفصلنا عن نتيجه ثانويه عامه، في ناس هتجيب المجموع اللي اتمنته وفي ناس ممكن تجيب مجموع اقل. الاهل عليهم عامل كبير جدا في تهيئه ولادهم للاستقبال ولقبول اختيارات جديدة في الحياة. نخلي بقى الأسئلة دي لأهل العلم والاختصاص. بينضم إلينا عبر سكايب دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، يقول لنا نعمل ايه بقى في الحالة دي. دكتور وليد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا عصر. صباح الخير. انا يعني عايز اشارك حضرتك بحاجه، انا واحده من الناس اللي كنت بحب المذاكره قوي وبجيب درجات كويسه قوي وفاهمه يعني ايه القلق بتاع الاهالي، بس اكتشفنا لما كبرنا ان الموضوع ما كانش خالص ليه دعوه بالدرجات. فسؤالي لحضرتك صحيح. سؤالي لحضرتك، الناس اللي ممكن ما تجيبش المجموعه اللي تمنته نفسيا، ايه اللي يجهزها لقبول الفكره دي او انها تغير حلم كان عندها من زمان وخطة كانت عندها من أول ما بدأت ثانوية عامة أو يمكن قبل كده؟ إحنا من دلوقتي طبعاً ومن قبل ظهور النتيجة بساعات بنقول لكل أولياء الأمور، أنتوا عملتوا اللي عليكم، ولادكم عملوا اللي عليهم، كل واحد قدم عليه من واجباته من مهام، ويبقى أن التوفيق في النهاية ده بتاع ربنا. يعني لازم نفرق بين سعيك وبين اجتهادك وبين النتائج اللي مرجوة منه، فخلي عندك قناعات أن أنت عملت اللي عليك. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم الكل برضه ينظر حوله، يعني لازم يشوف اللي حوالين منه. هتلاقي ان الدراسه الاكاديميه حاجه والنجاح في الحياه حاجه ثانيه. بمعنى حضرتك وانا نرجع بالذاكره شويه ورا ونشوف مين اول الثانويه العامه بتاعنا للوزير كرمه وقف الجورنان في الصفحه الاولى. دلوقتي ممكن ما يكونش معروف، خلاص مش موجود، انها بعد حين من الظهر حضرتك بقيت ذات شأن وليكي منبر اعلامي وانا بقيت الدكتور وليد هندي. يعني معنى كده هو ان التفوق الدراسي من عدمه ملوش علاقه بحظوظنا في الحياه ولا بالرزق اللي ممكن يجلب لينا بعد حين من الظهر. فلازم اولياء الامور يبقوا على قناعه بالكلام ده، ويبقوا هم كمان اهدى واقل توتر علشان يقدروا يدوا الهدوء ده لاولادهم بالمعايشه وبالمسايره مش بالنصايح وبالكلام. ده بعد نفسي مهم قوي. حلوه النقطه دي، بالمعايشه مش بالنصايح. يعني ما ينفعش واحد قلقان اقول له انت قلقان ليه؟ يعني وده ده سؤال اللي عايز اسال حضرتك فيه. يعني احنا ساعات نيجي ننصح فنأذي اكتر، ساعات نقول للناس تقلقان ليه او نقول له ما تقلقش فالمفروض ان هو ما يقلقش خلاص. يعني ايه الطريقه اللي اساعد حد على انه يتخطى القلق؟
نمرة واحد أكون أنا السفنجة بتاعته اللي بتمتص مشاعره السلبية، يبقى عندي فن الإنصات وحسن الاستماع وكوميونيكيشن سكيلز، قسمات الوجه عندي تعبر عن تعاطفي مع اللي بيقوله وعن تعايشي معاه. ده نمرة واحد وده مهم جدا. نمرة اتنين إن أنا أسمع هو بيقول إيه كويس جدا وأعمله بما يسمى بالغزو المعرفي، يعني أعمله استبدال لأفكاره اللي هي بتكون مصدر للقلق عنده، وابتدي اديله افكار مستنيره، وابتدي اديله حلول وحلول بديله. ولازم قبل ده كله اكون انا كمان هادي، يعني يبان عليا. احنا ساعات تجيلنا حالات، انا ساعات تجيلي حاله ديبريشن، يعني هوس اكتئاب ممكن تؤدي للانتحار. ما ينفعش يبان على وشي اللي انا شفته من الحاله. لازم ابقى اهدى واكثر رسوخا واشد اتزان من الناحيه الانفعاليه، عكس دكتور تاني ممكن من وشه البشر يطلع من عنده يقول لك انا عاوز اموت. يعني يزود عنده حاله الاكتئاب. نفس القياس بالنسبة لموضوع القلق. احنا بنشوف الأسر المصرية القلق بيبان عندها ساعات في المشاجرات، لا الأم حسها عالي والأب بيزعق وبيتخانق من أقل حاجة، وده اللي موجود في مرحلة ما قبل ظهور النتيجة. بنقول للناس اهدوا على نفسكم خالص، اعملوا أجواء احتفالية خاصة بالعيد، إن شاء الله تمتد الفرحة بتاعت العيد لفرحة نجاح أبنائكم في الثانوية العامة، وخليكم حريصين إن أنتوا تدوا لهم هدية في النجاح. يعني الهدية دي حتى لو جايب مجموع صغير أيا كانت الهدية، احترم مجهوده، احترم قدراته، احترم الجهد اللي بذله علشان تهدي من عنده ناحية القلق في المستقبل اللي هو جاي، يكون شكلها جميل وأنيق وتتماشى مع المرحلة العمرية بتاعته، بتعزز عنده النجاح والتفوق في اللي جاي حتى لو ما كانش مجموع كبير في الثانوية العامة. دكتور وليد، هي فكرة فعلا الملامح وطريقة استقبال الخبر بتفرق. احنا السنة دي متوقع انه الطلبة ياخدوا نتيجة الكترونيا، يعني في غالب هيبقى في البيت مع اهله واهله حواليه وبيعرف النتيجة هو في البيت، عكس المنظر اللي كان برضو مرعب جدا، كشوف المدرسة دي والوقفة حواليها كانت لوحدها حاجة تخوف. سؤالي لحضرتك ايه، يعني ايه السيناريوهات، يعني ايه السيناريو اللي نبقى كأعضاء في الأسرة دي مجهزينه إذا مثلا فلان ابنها ما توفقش وجاب مجموع كبير؟ يعني أول سيناريو إن أنا أبتدي ما يبانش عليا الصدمة بتاعت الإحباط، لأن لا شك إن كل الأسر المصرية اللي تسمعنا نفسهم أولادهم يجيبوا 100% في الثانوية العامة، وده طموحهم بغض النظر عن قدرات أبنائهم. يعني فلما يجي المجموع ما هوش على المراد وعلى مستوى التوقعات اللي أنا عاوزها سواء أنا أو أولادي، ما يبقاش عندي شعور بالصدمة. يعني لازم يكون الأب والأم عندهم من السمات الانفعالي إن هم يسمعوا الخبر وأكنه عادي جدا، وأول ما يسمعوا الخبر وما يحطوش ابنهم في اتهام إن أنت ما ذاكرتش، إن أنت طول السنة بتلعب، ما هو فلان أشطر منك، ما يحطوش مقارنات بينه وبين أقرانه اللي هم جايبين مجاميع عالية، أو بينه وبين أخواته وأخته أو أخوه اللي كانوا مسابقينه سنتين ثلاثة وجابوا مجاميع كبيرة ودخلوا كليات قمة، لا إطلاقا. يسمعوا الخبر ويعرفوا الدرجة، أول حاجة يقولوا ممتاز الله ينور، ده المجموع ده ممكن يجيب لنا 10-15 كلية، ويبتدوا يفتحوا له آفاق الكليات المستحدثة اللي ممكن تعينه في المستقبل على قضاء حوائجه. يعني مصر دلوقتي بقى فيها مجموعة من الكليات أنا بعتبرها دي كليات العشرين سنة اللي جايين، زي كلية الذكاء الاصطناعي اللي موجودة في جامعة كفر الشيخ على سبيل المثال، كلية الاصطراع السمكي اللي موجودة برضو في كفر الشيخ أو في السويس، زي كليات النباتات والزهور اللي هي بتطلع ناس أشبه بالصيادلة. يعني دلوقتي الحمد لله الجيل اللي موجود الحالي بتاع الثانوية العامة السنة دي أكثر حظوظا من أجيالنا، إن بقى عندهم قماشة واسعة في الاختيار وفرصة أكبر في الانتقاء، إن هم عندهم كليات يصبحوا من خلالها ذات شأن في المستقبل. ده المفروض الأهل يوضحوه مهما كان الدرجة ومهما كان المجموع، يقولوا له إحنا هنفتش نعرف نعمل لك إيه في الإريا، ويساندوا أبنائهم كويس جدا ويطبطبوا عليهم والوش يبان على الابتسامة، بحيث إن الابن يبتدي يستشعر إن هو خلاص دي النتيجة بتاعته، حتى اللي جاله فرض ياخده هو بجميلة. دكتور أنا مشغولة أسأل حضرتك كمان عن قوة الكلمة، يعني أحيانا الكلام اللي احنا بنقوله هو اللي بيساهم في خلق حالة نفسية. بنقول دايما كلام زي كليات القمة، كليات الأقل يعني تقديرا من المجتمع، إزاي تغيير المصطلحات مجموع كبير مجموع صغير فكرة. وبصراحة يعني في كلام أصعب من كده، يعني في حد يقول إيه ابن فلان فلح وأنا ولادي ما فلحوش، والكلام اللي بنعتقد أنه عادي لكنه
ممكن تكون قوة الكلمة جزء من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها مع أولادنا. حضرتك تنصح بإيه؟ صحيح. إزاي نبدل الكلام ده ونبدله بإيه؟ يعني بص حضرتك، قوة الكلمة، الكلمة دي أول آية في الإنجيل بتقولك في البدء كانت الكلمة والكلمة من عند الله. شوف أهمية الكلمة، والمولى عز وجل شبهها في القرآن الكريم بأن هي شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. فالكلمة مهمة جدا زي ما حضرتك قلتي، الكلمة دي ممكن تغير مسار إنسان، مش مسار إنسان تدخله كلية من عدمها، لا، تعمله سوشيال أكشن وتكيف نفسي واجتماعي مع وضعه الجديد، وممكن تعمله إحباط وانتكاسة ويعاني من ويلات الفشل في المستقبل. لازم أولياء الأمور يعرفوا أن ما فيش حاجة اسمها كلية قمة. القمة الحقيقية هي المكان اللي ابني هيتفوق فيه. أنا عندي ابن لو جاب 100% في الثانوية العامة وقال لي يا بابا أنا بحب ألعب على الطبلة، أقول له ادخل معهد موسيقى عربية بس تفوق، خليك أحسن واحد يلعب على الطبلة في مصر، خليك إبراهيم حنت الشمال، هيشار ليك يا ابني في المجتمع. فالمهم إن أن يتفوق في المجال بتاعه. أعرف أطباء كتير جدا دخلوا كليات الطب ولكن انتكسوا وسقطوا وحولوا كليات تانية زي العلوم وكليات أقل، وفي النهاية بقوا قاعدين مجرد موظفين من الساعة 8 للساعة 2 ويروحوا شايلين البطيخة، ما هوش هو ده اللي بقى يشار إليه. في حين أعرف وزراء كانوا جايبين في الثانويه العامه 55% ودخلوا المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه، زي الدكتور عبد المنعم عماره على سبيل المثال وزير الشباب والرياضه الاسبق، وزي عده وزراء في التنميه الاجتماعيه والى اخره. فالقمه الحقيقيه هي المكان اللي انا اتفوق فيه، المكان اللي احدث فيه الفارق، المكان اللي يبين فيه قدراتي ومهاراتي الذاتيه، ما هواش المكان اللي هو في ترتيب الاولويات في التنسيق من الحط مكان ثاني. أنا بشكرك يا دكتور. يعني دكتور وليد قال تشبيهات مهمة جدا، يعني فيما يخص كل واحد وشغفه والحلم اللي هو عايز يعمله، مش المجموع اللي هو ممكن يدخل بيه كل. دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، ودي كانت محاولة لتغيير سلوكياتنا تجاه الثانوية العامة. زي ما احنا بنقول عايزين نغير إحساس إنها شبح مرعب، إحنا كمان لازم نتغير في استقبالنا لدرجات، مجرد أرقام لا تحدد أي حاجة في مصير ولادنا. النهاردة إن شاء الله هيبقوا بينتظروا نتيجتهم. وبذكر الإنجازات، الإنجازات في الحياة مختلفة خالص خالص عن اللي إحنا بنعتقده. واحدة من الإنجازات القومية والمشروعات القومية، لمياء حمدين زميلتنا موجودة فيها النهاردة في متابعة واحد من مشروعات الإسكان الفاخر، مرحلة ثالثة من الإسكان الفاخر في مدينة 6 أكتوبر. هنروح للميا، ولميا تكلمنا وتقول لنا تفاصيل أكتر. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا دينا وعلى كل مشاهدي ومتابعي صباح الخير يا مصر. بالفعل يا دينا النهاردة احنا في مدينة الشيخ زايد، بالتحديد في مشروع سكن جنة، المشروع الفاخر الإسكان الفاخر اللي بتقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المصريين، مش بس في الشيخ زايد ولا في أكتوبر، إنما في مدن كتير زي المنصورة الجديدة والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وفي مدينة الشروق طبعا، وكله في أماكن مميزة. الشقة بتبقى مساحتها من 100 ل 150 متر، العمارات 5 أدوار وكل دور 4 شقق، بتتقدم بشكل مناسب للمواطنين، في مساحات خضراء وفي مسطحات مائية وفي منطقة خدمات في كل مكان في الموقع الموجود أو في المحافظات اللي موجودة وبيتنفس فيها المشروع. مزيد من التفاصيل عن مشروع جنة وإيه اللي بيقدمه مشروع جنة للمصريين، بينضم إلي المهندس محمود منصور مدير إسكان مدينة الشيخ زايد. بصبح لحضرتك الأول. صباح الخير يا فندم. عايز أقول لك مبروك على المشروع المرحلة الأولى، وإحنا تقريبا في الثانية وعايزين كمان نتكلم على الثالثة وأهم ما تم إنجازه في المراحل المختلفة من مشروع جنة في مدينة الشيخ زايد. هو احنا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا احنا اما طرحنا مشروع جنة واحد في الشيخ زايد، المشروع تم حجزه في خلال وقت قياسي، فقررت الدولة ان احنا طالما ان في طلب على النوعية دي من الاسكان، عملنا جنة 2 بمساحة بعدد وحدات اكبر. يعني احنا جنة واحد كانت 912 وحدة بس، جنة 2 عملناه 4032 وحدة، وعملنا كمان جنة 3 كان حوالي لغاية دلوقتي 1920 وحدة. حضرتك قلت لي من شوية انه الحجز كان تم في 10 دقائق بس. 10 دقائق فعلا، جنة واحد كان خلص الحجز تماما. فعشان كده الدولة بدأت تفكر ان احنا طب خلاص طالما في اقبال على النوعية دي من الاسكان، فبدأنا نطرح طبعا جنة 2 وان شاء الله جنة واحد هتتسلم، او جنة واحد اتسلمت خلاص بالفعل، اتسلمت للناس وجاري يعني جاري تسليم الناس كلها.
جنة 2 دي هنسلمها إن شاء الله، اللي هي ال 4032 وحدة، هنسلمها بإذن الله أول السنة الجديدة. وطبعا وجنة 3 برضه هتتسلم السنة اللي بعدها على طول إن شاء الله. يعني طبعا هو عبارة عن كومباوند، كومباوند فيه مساحات خضراء وفي لاندسكيب وفي حمامات سباحة وفي كل يعني في كل ما يحتاجه الكومباوندات، وبأسعار طبعا تعتبر أرخص من الأسعار الخارجية المثيلة ليها. يعني هو احنا بمختلف المحافظات سعر المتر بيبتدي من 8 لحد 12، احنا هنا سعر المتر 12 تقريبا، 12000 وشوية. يعني سعر المتر هنا حوالي تقريبا 11 وشوية، 11000 وشوية. ده بالمقارنة بأي كومباوند جنبنا، أي يعني أرخص كتير، أرخص بكتير جدا، أرخص بكتير جدا. ونفس ولا وإحنا كمان إيه يعني بنوفر هنا في جنة 2 مساحات كبيرة جدا، لاندسكيب كويس قوي، كل ما تطلبه الكومباوند من أعمال زراعة وأعمال لاندسكيب وكل حاجة متوفرة، كل حاجة متوفرة. حتى في جنة 1 كانت الأريا كانت يعني عشان جوه في قلب زايد، بدأنا احنا نوسع بقى في الاريا في جنة 2 وجنة 3. جنة 3 دلوقتي تقريبا ان شاء الله احنا يعني خلصنا تقريبا الهيكل الخرساني 58 عمارة، والباقي ال 80 ان شاء الله يعني فيهم حفر واحلال وكده. والمشروع كلها يعني حتى الموضوع بتاع طبعا الجائحة، جائحة كورونا اثرت طبعا ما فيش شك، بس احنا كنا متقدمين في البرنامج الزمني، فعشان كده ان شاء الله هنسلم في المواعيد وملتزمين جدا بالتسليم في المواعيد المحدده. يعني ان شاء الله احنا اتكلمنا عن ما يميز مشروع جنه للاسكان الفاخر، خلينا نتكلم على تعليقات بعض الناس. يعني كانت الناس بتشتكي من ايه في المشروع او في مرحله اولى، وبداتوا تعوضوه او تصلحوا من الاخطاء دي في المرحله الثانيه او الثالثه؟ مش اخطاء، هي المرحله الاولى كانت جوه في قلب زايد في المحور المركزي، فكانت المساحه اوريدي محدوده، اللي هي اتحجزت في 10 دقائق، الناس كلها طبعا حجزتها في 10 دقائق، 912 وحده اتحجزوا في 10 دقائق. فاحنا قررنا طبعا في المراحل الثانيه والمرحله الثالثه ان الاريا تبقى كبيره عشان الدنيا تبقى كويس، يعني الـ مش 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 اخطاء بقى، عشان المساحه المحدوده اللي احنا كانت في جنه 1 لا احنا يعني كبرناها في جنه 2 وكبرناها في جنه 3 عشان نتفادى كل الطلبات اللي الناس طالباها. مع المشروعات اللي زي دي بتبقى ناجحه وبتبقى مميزه وبيبقى فيها جهد مبذول وواضح وكلنا شايفينه، بنتكلم على الصيانه، ازاي نتابع ان المشروعات دي تفضل بنفس المستوى من التميز ده؟ احنا كل كومباوند بنعتبر الكومباوند نفسه، احنا بنسلمه لشركه صيانه. يعني في شركه صيانه مسؤوله عنه مسؤوليه كامله، سواء اللي هي الصيانه للزرع، صيانه للميه، صيانه للمرافق، لكل حاجه. فبنسلمه للشركه، فالشركه دي بتضمن جوده المشروع في كل مجالات التشطيبات بتاعته، سواء بقى كهرباء، اسانسيرات، مصاعد، سوري يعني زراعه ونظافه. فكل كومباوند اصلا في بنسلمه لشركه صيانه، شركه الصيانه دي بتبقى مسؤوله عنه مسؤوليه كامله، عشان كده بنضمن ان شاء الله جوده المشروع، بنضمن ان مفيش حاجه تحصل في اي من المشاريع دي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا في نهايه اللقاء استاذ محمود او المهندس محمود منصور، مدير مشروع الاسكان في مدينه الشيخ زايد. وزي ما شفت يا دينا، يعني مشروع جنه متميز في كل محافظه احنا رحناها، سواء كانت في زايد او في اكتوبر او حتى في مدينه الشروق زرناها من قبل، نفس المشروع ونفس الوحدات ونفس الاهتمام ونفس النجاح والتميز والشغل المبذول اللي احنا طول الوقت بنشوفه على الصوره وعلى الطبيعه. إليك دينا. بشكرك شكرا جزيلا يا لميا، دايما انت متخصصه في انك تجيب لنا ارض الواقع والصوره الحلوه من ارض الواقع، بشكرك شكرا جزيلا. معادنا دلوقتي مع فقره السوشيال ميديا، بنروح لليندا وتقول لنا ايه اخبار السوشيال ميديا النهارده. شكرا يا دينا. جه معادنا مشاهدينا مع اخر اخبار السوشيال ميديا واللي بنبداها من تويتر، ولسه هاشتاج كلنا واحد مع السيسي بيتصدر صفحات الموقع لليوم الثاني على التوالي، وده اللي خلاه يتصدر ترندات الموقع بعد ما رواد تويتر استمروا في كتابه كلمات الدعم والاشاده بالرئيس ومشواره في تحقيق الانجازات. تعالوا نشوف كتبوا وقالوا ايه النهارده. في تويت بتقول هاشتاج تحيا مصر وعاش السيسي، هاشتاج كلنا واحد مع السيسي. محمد المصري بيقول تحيا مصر تحيا مصر. ألفا بيقول سلمى لسانك، هاشتاج كلنا واحد مع السيسي.
في تويت من أحمد بيقول: الماضي والحاضر بيظهر عظمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العالم كله بيعرف أين كانت مصر في عهد الإخوان، والصور ما هي إلا دليل قاطع على إرهاب الإخوان وعظمة وقوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء عليهم وتعميم الأمن والأمان على مستوى الجمهورية، وهاشتاج كلنا واحد مع السيسي. في تويت تانية بتقول: هاشتاج كلنا واحد مع السيسي، حفظ الله مصرنا الحبيبة وجيشنا العظيم من كل شر. في تويت تانية بتقول: مدينة شرق بورسعيد بتعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس، بحيث بتستهدف استيعاب أكثر من 500,000 نسمة. هاشتاج كلنا واحد مع السيسي، هاشتاج تحيا مصر. في تويت تانية من محمد بتقول: هاشتاج كلنا واحد مع السيسي، من كل بيت فارس ومن كل غيط نبوت هنكون ليها حارس ولو كلنا هنموت. في تويت تانية من مو حارس بتقول: هاشتاج كلنا واحد مع السيسي، هاشتاج السيسي مر من هنا، هاشتاج تحيا مصر وعاش السيسي. حماده بيقول: وان تكالب عليك مرتزقه الارض فابنائك لهم بالمرصاد، لا تخشوا على وطن يحمي خير اجناد الارض، عاشت بلادي، هاشتاج كلنا واحد مع السيسي. ولسه مكملين معاكم على تويتر، واللي انتشر عليه بشكل كبير هاشتاج وحشتنا أم الدنيا، واللي تداوله كتير من أشقائنا في الإمارات اللي كتبوا كلمات الحب والتقدير لمصر والمصريين. خلونا نشوف. في تويت بتقول: أتصفح صور التقطتها أيام عيد الأضحى العام الماضي، الإسكندرية ساحرة وكانت محطة التوقف الأولى قبل قضاء 3 أيام في الساحل بدعوة من أسرة صديقة كريمة. هاشتاج أم الدنيا تأسرك بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هاشتاج وحشتنا أم الدنيا، هاشتاج مصر بعيون عشاقها، هاشتاج مصر. نروح لتويت تانية. إبراهيم بيقول: هاشتاج وحشتنا أم الدنيا، هاشتاج مصر، لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام ما بيننا ألف حاجة تبين الاهتمام، من قال إن التلاقي لؤز وسلام بالإيد، في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد، دايما جوانا كلام قصص محتاجة تتقال، وناس غاليين علينا ما بيروحوش من البال. ودي طبعا أغنية حسين الجسمي زي ما كلنا عارفين. في تويت تانية بتقول: مصر تشتاق لمن يشتاق إليها، تحتضن كل وافديها ومحبيها، عشت يا بلادي فخرا ونصرا رغم أنف كل مقهور من إنجازاتك، الله على الإسكندرية بالليل، الله على مصر وجمالها الرباني، في كده طبيعة بتخطف القلوب لن تراها بالعالم أجمع غير بمصر، الله يا مصر يا أم الدنيا وكل الدنيا. في تويت تانية بتقول: أي والله مصر اللي ليها القلب يشتاق. ولسه على تويتر اللي تصدروا كمان هاشتاج الثانوية العامة اللي تحول لترند على الموقع، وكتير من المصريين سواء الطلاب أو أولياء الأمور شاركوا على الهاشتاج واتمنوا التوفيق والنجاح لكل طالب مصري. تعالوا نشوف جمهور تويتر كتب وقال إيه على هاشتاج الثانوية العامة. في تويت بتقول: ربنا يعينهم يا رب، فاضل ساعات وتظهر النتيجة وبيتحدد مصيرهم، ادعوا لهم من قلبكم، هاشتاج الثانوية العامة. في تويت تانية بتقول: الثانوية العامة مش نهاية الدنيا وبرضو مش بدايتها، فكر بعقلك واحسبها كويس 1000 مرة من غير ما تضيع لحظة من عمرك، لأن الخطوة اللي بتمشيها مش بترجعها تاني، وربنا يوفقنا جميعا للخير، هاشتاج الثانوية العامة. في محمود بيقول: ربنا يجبر بخاطر طلبة الثانوية العامة ويفرحهم ويفرح أهليهم ويرزق كل طالب المجموع اللي بيتمناه والكلية اللي بيتمناها.
خلصت أخبارنا بتاعت السوشيال ميديا مشاهدينا. دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر مع دينا. صباح الخير مرة تانية على كل المصريين. الحقيقة واحدة من الحاجات اللي بقت تحديات في حياة الناس كلها في العالم هي فكرة الخصوصية، وانتهاك الخصوصية الشخصية بقى حاجة مباحة بسبب التطور التكنولوجي. نرجع ندور على حاجة تحمينا، وفي بعض القضايا ان مش بس فيها انتهاك خصوصية الأفراد، لا انتهاك يعني قضايا التحرش مثلا، قضايا هتك العرض، قضايا كتير قوي بيبقى فيها المبلغ عايز يبلغ لكنه بيبقى قلقان، او البنت بتبقى قلقانه على انه مش عايزه حد يعرف القصه دي حصلت معاها. في المجمل في قانون مهم جدا، مهم احنا نعرف انه موجود، قانون حمايه البيانات الشخصيه. قانون صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقه البرلمان عليه. القانون باختصار هو دعم لسلامة المواطنين وحماية لأمانهم، وفي نفس الوقت هو تنظيم للعلاقة العلاقات الإلكترونية والتحول الرقمي بشكل كامل اللي بيحصل في بلدنا. الحقيقة التفاصيل كتير، فاحنا نروح على طول بقى لضيفنا الكريم دكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. ورئيس لجنة التشريعات والقوانين السابق بوزارة الاتصالات. أنا ليه بقول التايتلز كده بكتير من التركيز؟ أنا حتى قلت لدكتور محمد ما عرفش إن في حاجة اسمها كده، مفيش حاجة إن في حاجة اسمها تشريعات التحول الرقمي، لكنها حاجة تبدو إنها عظيمة. يعني إيه؟ احكي لي حضرتك طيب. اللي بيحصل واحنا بنتكلم الحقيقه على اي موضوع بالتاكيد انه القانونيين اللي بيشتغلوا على الموضوع دوت لازم يبقى عندهم خلفيه وخبره بالمجال اللي هم بيتكلموا فيه. فلو انا بتكلم على قانون متعلق مثلا بالصحة والطب وخلافه، يفترض ان القانوني ده يبقى عنده باك جراوند او خلفية علمية عن المجال الطبي بشكل، او يبقى عنده استشاري طبيب، او استشاري طبيب ويبتدي يدرس قانون. ويمكن حتى في اوروبا وفي امريكا النهاردة حضرتك المحامين والقانونيين دايما بنلاقيهم بياخدوا مادة علمية بخلاف المواد القانونية المختلفة، ويمكن ده التميز اللي هم بيبقوا كنوع من انواع التخصص يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. فدي واحدة من النقط المهمة جدا يعني الحقيقة، وإحنا بنتكلم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحقيقة كمان الجزء الكبير جدا اللي هي ابتدت تغيره في أنماط مختلفة في التعاملات الحياتية المتعددة اللي احنا بنعيش فيها. مع التكنولوجيات الجديدة الحقيقة بقى أصبح ضروري جدا أن يبقى في تشريعات بتحكم المسألة دي، سواء بقى كان في الذكاء الاصطناعي، سواء كان في إنترنت الأشياء، سواء كان في البلوك تشين أو سلاسل الكتلة. موضوعات الحقيقة وتكنولوجيات جديدة كتيرة وجديدة جداً. أكيد على المشرع نفسه. بالضبط كده، وبالتالي أصبح مهم جدا على المشرع أنه يتفهم الأول التكنولوجيا دي بتعمل إيه، إيه الأثار اللي من الممكن أنها تنجم عنها، وبالتالي نبتدي أننا يعني نضع من القواعد القانونية والإجرائية اللي بتنظم المسألة دي بشكل كبير جدا. هو أنا عايز أشارك حضرتك بحاجة، أن إحنا أحيانا ما بيبقاش عندنا وعي بحقنا القانوني في حمايتنا في التوقيف، مين من حقه يوقفني في الشارع، مين من حقه يطلع على بطاقتي، ما عندناش المعلومات دي. فكمان بطبيعة الحال ما عنديش معلومة عن مين من حقه يطلع على بياناتي الشخصية، وهل أنا مثلا يعني هقول على سبيل المثال الإيميل بتاعي ده متاح ومباح لأي حد أنه هاكر، حتى لو كان هاكر من جهة رسمية، أنه يطلع عليه، ولا لأ ده مش ده مش ده مش حاجة قانونية ومن حقي قانونا حماية بياناتي وبقى عندي وعي بده. طيب يعني أنا بشكر حضرتك جدا على السؤال يا أستاذة دينا، لأنه الحقيقة بيودينا على طول هي إيه هي البيانات الشخصية. البيانات الشخصية أي بيان من الممكن أنه يبقى بيعرف الشخص، ده بيان شخصي. اسمي، تليفوني، الإيميل بتاعي، الاي بي أدرس
بتاع الموبايل بتاعي او الجهاز بتاعي ده بيان شخصي. طيب سلوكي في البيئه الرقميه، احنا النهارده واحنا بنتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي بيتم تحليل السلوك بتاعنا، لما باجي اسكرول او ببتدي انزل بالصفحه كده بالماوس او بصباعي واقف على خبر معين، تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الموقع ده بتبتدي تحلل التوجه بتاعي وانا بشوف ايه وما بشوفش ايه وبحب ايه وما بحبش ايه. الحقيقه توجهاتي دي كمان بيانات شخصيه، وبالتالي كان مهم جدا اننا نحمي بيانات المواطنين وخصوصيتهم في البيئه الرقميه. طيب هو احنا بننظم سريه للبيانات الشخصيه؟ لا، الحقيقه احنا ما بننظمش سريه للبيانات، احنا بننظم حمايه البيانات. بمعنى ايه الفرق بقى؟ بمعنى ايه بالظبط؟ سريه يبقى بيان حضرتك اسمك ورقم تليفونك وكل بياناتنا الشخصيه دي مش من حق حد انه يطلع عليها على الاطلاق، تمام؟ انما الكلام ده مش ممكن يحصل عملا، حضرتك بتخشي اي مؤسسه اي شركه اي محل تجاري او خلافه، بتسيبي رقم الكريدت كارد بتاعتك، بتسيبي تليفونك، بتسيبي ايميلك، تمام، بتصوري البطاقه بتاعتك، بتحطي بيانات كتيره جدا، بدخل مستشفى او معمل تحاليل ببتدي اني اسيب بياناتي الصحيه، كل دي بيانات شخصيه الحقيقه المفروض انها تبقى مشموله بالايه بالحمايه. طيب هل الكلام ده ينفع انه يبقى سري؟ بالتاكيد انه مش هينفع انه يبقى سري، انما ينفع اننا ننظمه، ينفع انه محدش يقدر ياخد بيانات المواطن الا بموافقته. فعندنا اول شرط الحقيقه محدش يقدر يجمع البيانات الخاصه بالمواطنين الا بموافقه المواطن دوت. وبالتالي لو حضرتك دخلتي شركه تامين، دخلتي محل ملابس، دخلتي اي مكان النهارده واحنا بنتعامل معاه، لما يجي يطلب بياناتي، تمام، يا إما إني هسمح له يا إما إني مش هسمح له إنه ياخد البيان دوت. ده جزء. الجزء الثاني الحقيقة متعلق بقى بإنه الغرض اللي هيتعامل مع البيانات دي في إيه، هو الغرض دوت، هل الغرض ده من الأغراض المتعلقة ب زيارتي للمكان دوت او الخدمه اللي انا هحصل عليها او المنتج اللي انا هحصل عليه ولا لا. طيب لو ده غرض مشروع فانا بوافق على المساله دي واديها له. طيب هو هيحتفظ بالبيانات دي لمده قد ايه؟ تمام، هل هيحتفظ بيها لمده طويله ولا مش هيحتفظ بيها لمده طويله؟ لازم ابقى عارف كل الامور دي. من حقي كمان اني اعدل البيانات دي لو انا شايف انه في بيانات معينه انا محتاجه امسحها او محتاجه اصححها، اقدر اني اعمل كل الايه الامور دي على بياناتي. طيب لو انا سمحت له انه يحتفظ بالبيانات بتاعتي، ايه الضمانات والالتزامات اللي موجوده عليه علشان ابقى ضامن انه لو في هاكر حاول انه يدخل او حد حاول انه يحصل على بياناتي بطريقه غير مشروعه، انه واخد بعض الاحتياطات الفنيه والتقنيه اللي تأمن البيانات دي، ويصبح تسريب البيانات هنا ملوش قيمة. ما هو طبعا في كل الأحوال ليه عقوبة، إنما كمان هو بياخد بعض الاعتبارات الفنية زي تشفير البيانات مثلا، تمام، وبالتالي حتى لو البيانات دي اتسربت بقت مشفرة، وبالتالي محدش هيقدر إنه يستخدمها بطريقة غير مشروعة. طيب في بعض القضايا تحديدا ظهرت فيها كلمة سرية البيانات عنصر مهم جدا في القضية، زي مثلا قضايا الإبلاغ عن متحرشين، قضايا الإبلاغ عن شخص يعني أذاني لكن هو الشخص ده ذو نفوذ أو أي حيثية ما، لحماية الشخص المبلغ بيقال كده في كلمة سرية البيانات. هل ده ضمن بنود القانون الجديد؟ ده الحقيقة بيبقى قرار من النيابة أو من المحكمة بأنها تظهر بيانات شخص معين أو ما تظهرش بيانات الشخص ده، لكنه مش جزء من التشريع. إنما مش جزء من التشريع ده الحقيقة، ده جزء من يعني الموائمة والملائمة اللي بتشوفها جهات التحقيق والجهات القضائية في مسألة إنها تتيح بيانات المواطن دوت ولا ما تتيحهاش، نتيجة إنه من الممكن إنه يبقى بيتعرض لخطر معين نتيجة إتاحة بياناته، فدي مسألة بترجع لتقدير القاضي والجهة القضائية. يعني دي لأنه كان عندنا خلط بصراحة ما بين فكرة هل سرية البيانات دي من حقي، يعني هل من حقي أن أنا أتقدم ببلاغ وأطلب حماية بياناتي، لكن حضرتك بتوضح أنها بتترك لتقدير القاضي. بالتأكيد. وإحنا كمان في نقطة بقى مهمة جدا، في بعض الاستثناءات اللي موجودة في القانون، وده ما هوش استثناء يعني مش وارد في كل تشريعات الدنيا، إنه التحقيقات القضائية مستثناة من فكرة البيانات الشخصية، لأنه حضرتك كمواطن من حقك إنك
تمنعي حصول الجهة على بياناتك. هل ينفع أن أنا أبقى رايح المحكمة أو النيابة وأمنع النيابة أو المحكمة أنها تعرف بياناتي؟ ده طبعا كلام مش هيبقى منطقي إطلاقا. ده عشان سير العدالة بالضبط كده. وبالتالي في كل تشريعات العالم في بعض الاستثناءات اللي موجودة، منها الجزء المتعلق بالدعاوى القضائية ومحاضر التحقيقات، لكن بيبقى بإذن من النيابة بالتأكيد. يعني ده اللي يفرق ما بين الشخص ده انتهك بياناتي الشخصية أم لم ينتهكها وتحركت في دعوة. بالزبط. طيب عندي سؤال وعندي وهشارك حضرتك بحالة. يعني لحد فترة قريبة جدا أهالينا الأكبر سنا شوية يقول لك لا ما حطش رقم الكريدت كارد بتاعي على أي موقع، لا أنا ما دفعش حاجة بالكارت ده، أنا عايز أخد فلوسي كاش وأصرف فلوسي كاش. فكرة حماية البيانات والقلق اللي طول الوقت من أنه لو حطيت رقم الكريدت كارد بتاعتي بأن كل فلوسي هتتسرق، حماية البيانات تحولنا ازاي، تاخدنا ازاي في النقلة دي او تدينا امان للتحول الرقمي للدولة كلها؟ طيب يعني خليني اقول لحضرتك انه هنا المسألة مربوطة بشقين، شق منه الثقافة بتاعة المواطن في انه ما عندوش الثقة الكافية في التعامل على الانترنت، ويمكن ده دور التشريعات الخاصة بالتحول الرقمي، ويمكن ده يرجعنا لأول كلامنا في الفقر. لأي مدى بقدر كدولة أني أحط القواعد والإجراءات اللي تبني الثقة ما بين المنظومة الرقمية اللي موجودة والمواطن، في أنه يبقى ضامن كويس جدا أن كل المؤسسات بتتخذ من التدابير الفنية والتقنية ما يضمن أنه بياناته مؤمنة، انه ما فيش حد هيقدر انه يخترق البيانات دي. ده جزء من الناحيه الفنيه. انما من الناحيه القانونيه بقى كمان اني بجرم الفعل دوت، بجرم مجرد الحصول على البيان، مش بس مساله الاختراق الخاص بالحساب او انه حد يبتدي يسحب من حساباتي، لا، مجرد الوصول لبيانات ماليه خاصه بيا ده مجرم، وده مجرم الحقيقه في قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات او في قانون الجرائم الانترنت. ده صدر من 2018، وفي بند الحقيقه متعلق بسرقه الارقام الخاصه بالبطاقات الائتمانيه وبطاقات البنوك وبطاقات الخدمات المختلفه. ده جزء. الجزء الثاني المتعلق بقى بالبيانات الشخصيه بشكل عام سواء كانت مالية أو غير مالية، فهي محمية بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الجديد. أخيرا عايزة أسأل حضرتك سؤال يبدو يعني أقل بكتير من تخصصك، وحضرتك بتخصص في حاجات أعلى كتير، لكن حاجة من ثقافتنا العامة احنا محتاجين نفهم إزاي أميز ما بين موقع أديله بياناتي الشخصية وأحط فيه رقم كريدت كارد وحساب، وإزاي أميز ما بين موقع تاني قد يكون مشكوك فيه وممكن ينتهك خصوصيتي؟ حاجة دي طيب يعني دي طبعا من النصائح اللي احنا دايما بنوجهها للمواطنين بشكل عام والجمهور بشكل عام، انه دايما ما تروحش للمواقع المجهولة، حاول دايما تشوف المواقع المشهورة. تمام، دي بتبقى واخدة معايير من الحماية بشكل أعلى. نقرأ، انا عارف ان الكلام ده بيبقى صعب شويه، انما نقرأ اتفاقيه الترخيص الخاصه بالموقع. ايه الشروط بتاعتها بالظبط كده؟ تمام، اتفاقيه الخصوصيه او الاشتراطات الخاصه بالخصوصيه والتامين، دي مساله من المسائل المهمه. جزء تاني الحقيقة أن أنا أتأكد من شهادة التأمين الخاصة بالموقع. شهادة التأمين دي اللي احنا بنشوفها لما بنكتب HTTP تمام قبل الـ www، هنلاقي أنه في S. لو HTTPS ده معناها أنه في سيكيوريتي على الموقع هنا، وبالتالي بياناتي اللي ببتدي أني أحطها هي يعني بتعامل بطريقة فنية مرتفعة من حيث الحماية، وبالتالي هنا أصبح يعني احنا وقتنا خلص وهيقفلوا علينا الهواء، بس لازم أسأل حضرتك. تسريب بيانات العملاء من شركات الاتصالات، دي تهمة موجهة من كل الناس لكل شركات الاتصالات، وأنا مش بألقي تهمة لكني الناس عندها تخوف من ده، إحساس أن أنا رقم تليفوني بقى بيتاح أو بيباع. هل ده حقيقي؟ وهل في قانون ينظم ده؟ الحقيقة ده مش حقيقي. وقانون تنظيم الاتصالات اللي صادر في 2003 بيجرم المسألة دي بشكل واضح. الناس بس مش واخدة بالها انه ارقام تليفوناتها بالتحديد موجودة في كل حتة، موجودة في السوبر ماركتس، موجودة في محلات الملابس، موجودة في المستشفيات، موجودة في معامل التحاليل، موجودة في شركات التأمين، موجودة في كل مكان، فسهل وبالتالي سهل ان انا اوصل لها. في بروكرز، في سماسرة للبيانات الحقيقة، ويمكن ده جزء من اهداف القانون ان انا اقضي على
مسألة جمع البيانات بطريقة غير مشروعة ويعني غير قانونية. كان طمنا من ناحية الجهاز الاقتصادي. الحقيقة أنه في جوانب اقتصادية واستثمارية كبيرة جدا لقانون البيانات الشخصية، مش بس هي بتحافظ على خصوصية المواطن، إنما كمان بتساعد الحقيقة الشركات في إنها تستثمر بطريقة مناسبة جدا بضمانات جيدة، وبتدي الحقيقة إشارات إيجابية جدا للاستثمار في مصر وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أساسي. أنا بشكر حضرتك يا دكتور، ويعني باخد من حضرتك بس وعد أنك تكون معنا مرة تانية نتكلم في وقت أطول بتفاصيل تخص حياتنا الرقمية بشكل كبير. دكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، رئيس لجنة التشريعات والقوانين السابق بوزارة الاتصالات، نورتنا. صباح الخير على حضرتك. دي كانت حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر. يا رب كل الخير لكل طلبة الثانوية العامة، بعد ساعات احنا بننتظر نتيجتهم وفرحانين بيها مقدما ايا كانت الارقام، لانه في الاخر هو مجرد رقم وحياتك لسه واسعة وممتدة. شكرا.